بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الباحثون والباحثات، السادة الحضور، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة نورة حسن من اللجنة التنظيمية لبرنامج سباق الأمم. أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدني أن أكون معكم اليوم في تقديم آخر الندوات العلمية وختام برنامج سباق الأمم، والذي رافقنا طيلة شهر رمضان المبارك. شارك في ندواته العلمية نخبة من الباحثين والباحثات، أغنوا وأضافوا الكثير في مواضيع غاية في الأهمية. وإن الدنيا وإن كانت ميدان سباق مستمر في علومها وأحوالها، فإن الفوز فيها لا يكتسب قيمة إذا لم يوازيه سباق إلى رضا الله عز وجل. كان موضوع آخر الندوات لسباق الأمم بعنوان فريد هو سباق السباقات. وقبل أن نبدأ ببرنامج اليوم، ننوه أنه سيتم أخذ صورة جماعية للحضور في نهاية الحفل الختامي، فعلى من يرغب بفتح الكاميرا الاستعداد لذلك لو سمحتم. والبداية ستكون مع مشاركة يقدمها الدكتور ياسر طرشاني، رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بماليزيا. المشاركة بعنوان المسابقة إلى الخيرات في عصر التحول الرقمي رؤية مقاصدية. تفضل دكتور، معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، ونحمد الله تبارك وتعالى على إقامة هذه الحلقات عن سباق الأمم طوال شهر رمضان المبارك، ومع حلقة سباق السباق هي الحلقة الأخيرة من حلقات هذه السلسلة الطيبة. نتقدم بقول الشكر الجزيل سعادة الدكتور سيف السويدي الرئيس والمؤسس التنفيذي لمنصة أريد، لجميع المتحدثين والإدارة هذه الحلقات الرمضانية. نتوقف بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن المسابقة إلى الخيرات في عصر التحول الرقمي رؤية مقاصدية، وهي ضمن سباق السباق. فالشريعة الإسلامية حثتنا على المسابقة إلى فعل الخيرات، والمسابقة إلى مغفرة من الله تبارك وتعالى للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقد جاءت الآيات القرآنية تحث على المسابقة إلى الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، كما مدح الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار، فمدح منهم وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما ذكر سبحانه وتعالى من صفات المتقين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، كما أن من جزاء السابقين في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهناك صنف يدخلون ضمن السابقين بالخيرات. ونلاحظ هناك سباق السباق، مسابقة في الخير بين الصحابة، فهذا عمر بن الخطاب يقول أما نرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي، فقال صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا،
فهذه قصة واقعية بين عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق في المسابقة في فعل الخيرات لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو السباق للحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى وعلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. ونلاحظ هنا في استعمال الألفاظ القرآنية، استعمل لفظ المشي في الرزق ولفظ السعي هنا إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كما قال أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فليست مسارعة فقط بل أيضا مسابقة، ثم الدرجة الأعلى: ففروا إلى الله، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر لفظ مسارعة في الخيرات، يسارعون في الخيرات، ولم يقل إلى الخيرات، وهنا فيه يدل على أنهم ينتقلون من خير إلى خير، مسارعة في الخيرات للحصول على مغفرة الله تعالى. وهناك مسارعة أخرى تكون في الكفر وفي الشر والعياذ بالله، ولذا السباق إلى الخيرات تكون بفعل الأعمال الخيرة النافعة بنية صالحة للحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى والجنة، وهذا هو التنافس الحقيقي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المنافسة في فعل الخيرات. ولذا في عصر التحول الرقمي نحتاج إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية في السباق للخيرات، أن تكون بنية حسنة، تكون بنية نفع للمجتمع، وبنية صدقة جارية وأوقاف رقمية وخيرات رقمية، فهذا أيضا مما حثتنا عليه الشريعة الإسلامية، الاستفادة من التقنيات ومن الوسائل العصرية في فعل الخيرات. فنحث على فعل الخيرات الرقمية، أي الاستفادة من التقنيات الرقمية بفعل الخيرات وبنفع المجتمع مع نية صالحة للحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى. من مقاصد السباق إلى الخير تكون عبادة لله تبارك وتعالى، الفوز في الدارين في الدنيا والآخرة، السعادة الحقيقية بالسباق إلى الخير أن تكون بنية صدقة جارية تبقى للعبد في حياته وبعد موته. وكذلك من مقاصد السباق إلى الخير دخول الجنة، ونسأل الله أن نكون جميعا من أهل الفردوس الأعلى. وأن نضع في أذهاننا في فعل الخيرات الرقمية تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، فكل عمل في التقنيات الرقمية نفعل فيه الخير بنية مقصد حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، أو حفظ العرض، أو حفظ المال، فلا بد لهذه التقنيات أن تساعد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية حتى تدخل في باب الخيرات. فمن الوسائل العملية والوصايا تحقيق المقصد الأصلي وهو رضا الله تعالى ودخول الجنة خلال الاستفادة من هذه التقنيات، والعمل على إنشاء تقنيات في فعل الخيرات الرقمية، اكتشاف المواهب وتنميتها لخدمة المجتمع، الإبداع في مجال التحول الرقمي بنية نفع الآخرين، كذلك زيادة عمل تطبيقات للذكاء الاصطناعي لفعل الخيرات وترك المنكرات، تجديد النية في كل عمل صالح ليكون خالصا لوجه الله تعالى، فهذا هو السباق إلى مغفرة الله تبارك وتعالى وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأن تكون كل هذه الأعمال بنية عمل صدقات جارية وأوقاف خيرية في عصر التحول الرقمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يرزقنا مغفرة من الله تبارك وتعالى، رزقنا المغفرة من الله والحصول على جنة، وأن نكون من أهل الفردوس الأعلى. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. شكرا دكتور ياسر على هذه المحاضرة القيمة. يقول ابن القيم: السابقون في الآخرة إلى الرضوان هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. المشاركة القادمة تقدمها الدكتورة سعاد بابقي. دكتورة سعاد حاصلة على دكتوراه في الحديث وعلومه من كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى. المشاركة بعنوان سباق السباقات. تفضلي دكتورة سعاد، الصلاحية معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن شاء الله الصوت واضح. واضح. بس بدي أحاول أسوي مشاركة للشاشة. لم تشارك الشاشة بعد، تفضلي. في أي مشكلة دكتورة بمشاركة الشاشة؟ أيوه تفضلي. تمام. ظهر الشاشة ما أدري الشاشة لم ظاهرة تظهر بعد. ما نعم ظهر نعم دكتورة، ظاهرة الشاشة. تفضلي. بتتحرك تفضلي. بتتحرك الشاشة تحركت الصفحة أو ثابتة؟ على السلايد الأول دكتورة، يعني سباق الأمم، لو بس تسوين تكبير عندك من الجهة يعني للبرزنتيشن، العرض تشغيل العرض التقديمي. فتح العرض الكامل أستاذ. احنا ظهر عندنا البروجرام نفسه، برنامج ال ايوه. الآن انتقلتي إلى السلايد الثاني. يمكن ايوه تضغطي على هذه. نعم، عرض الشرائح. بس ليه ما بتتحرك؟ تحركت الآن؟ لا تتحرك. طيب، يمكن الاكتفاء بالظاهرة الآن، يعني مو إلا تسوين عرض الشرائح. يعني إذا تتحدثين من الباوربوينت نفسه، إحنا واضحة طيب. عندنا الآن السلايدات. تفضلي، الآن تحركت على سباق الأمم، سباق السباقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب وأحيي بجميع الحضور. وقبل أن أبدأ يسرني أن أقدم بالغ الشكر والتقدير للقائمين على منصة أريد العلمية على جهودهم المتميزة حقيقة، نسأل الله أن ينفع بها ويبارك فيها. كما أشكر الإدارة على توجيههم الدعوة لي للمشاركة في هذه الفعالية القيمة، أسأل الله أن يجعلها يعني من الحسنات في هذا الشهر الفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أنعم علينا حقيقة بنعمة الحياة، وأتمها بنعمة الدين الذي أكمله بكتابه المبين. وكتابه عز وجل القرآن جعله مهيمنا على جميع ما سبقه من الرسالات، والحمد لله أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. حتى حزنا وفزنا بالسبق على الأمم كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري، يعني وإن كنا متأخرون وجودا إلا أننا يوم القيامة نسبق جميع الأمم في دخول الجنة، فأول من يدخل الجنة محمد وأمته. وفتح لنا باب القربات والطاعات، وحثنا فيها على التنافس والمسابقة، ووعدنا فيها بأعلى الجنات. حديثي في هذه الدقائق عن خير تنافس وأفضل سباق، وهو في الحقيقة الجدير بأن يبذل فيه الجهد ويفنى فيه العمر للفوز فيه. فما الحياة الدنيا إلا ميدان فسيح ينطلق فيه الجميع في سباق محموم تختلف فيه الوجهات حتى نبلغ غايته ونهايته. حديثي في هذه الدقائق عن السباق الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز، وهو خير ما نختم به سباق منصتنا الرائدة منصة أريد، وهو تدارس في آيات السباق في القرآن الكريم. لو تأملنا في لفظ السباق في القرآن نجد أنه ورد في عدة آيات، سبق أشار لها سعادة الدكتور ياسر. أقتصر على ذكر قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك لفظ رديف للفظ المسابقة، وهو لفظ المسارعة. ولفظ المسارعة أيضا ورد في عدة آيات،
كما قال تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وقال تعالى: ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وجمع بين المسابقة والمسارعة في آية واحدة، فقال عز من قائل في سورة المؤمنون: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حقيقة قبل أن أخوض في معاني الآيات وما تشتمل عليه، أحب أن أقف بعض الوقفات المهمة حتى تصل الفكرة التي أريد إيصالها من خلال هذه الكلمات. هذه الوقفات هي: أول نقطة، ما هي الحضارة ومقوماتها؟ اثنين، ما هي موقف الإسلام من الحضارة؟ ثلاثة، من أكثر حضارة وتقدما، السابقون أم اللاحقون؟ ثم مميزات الحضارة في الإسلام. أما تعريف الحضارة فقد أطلقها البعض على كل ما يتصل بالتقدم والرقي الإنساني في مختلف الميادين، من اللغة والأدب والفنون الجميلة والصناعة والتجارة ومناشط ومظاهر الحياة، مظاهر النشاط الإنساني، وكل ما ييسر السبيل إلى توفير وتحقيق حياة إنسانية كريمة. وللحضارة مقومات هي النظم السياسية، الموارد الاقتصادية، القيم الأخلاقية، العلوم، الفنون. فمتى وجدت هذه المقومات مجتمعة متآلفة بلغت الحضارة أوجها. متى تخلف شيء منها كان هناك خلل في وجهتها. طيب، ما موقف الحضارة من الإسلام؟ عفوا، ما موقف الإسلام من الحضارة؟ لو تأملنا في آيات القرآن الكريم نجد أن هناك ركائز كثيرة تؤكد أن الإسلام، الدين الإسلامي، دين الرقي والتقدم والحضارة، بل هو في الواقع منبع الحضارات ومصدر الثقافات. وفيه دعوة للمسلمين بأن يكون لهم السبق في تلك الحضارة أو في ذلك التقدم والرقي، من أن في آيات كثيرة، منها على سبيل المثال قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالخلافة تقتضي أن تمسك الأمة الإسلامية بزمام الأمور ويكون لها علو الكعب والشأن في تلك المسائل كلها. وصرح بهذا في قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي يريد منكم عمارتها في جميع المجالات والنواحي التي تتصل بالحياة الإنسانية. أمر المسلمين وحثهم على أن يكون لهم العلو والعزة، فقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، يكون لكم الفضل على جميع الأمم الأخرى. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا وإن كان بصيغة الخبر إلا أنه يتضمن معنى الأمر والإنشاء والطلب، أي حققوا العزة بتملككم زمام الحضارة حتى تكون العزة لله وللرسول وللمؤمنين. وقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا ما هو إلا عبارة عن دعوة صريحة وقوية إلى العلم، وإخبار بأن عجلة العلم في الأمم لا تتوقف أبدا، بل هي في حركة مستمرة ودوام تقدم وتطور، تشق طريقها إلى الأمام مستضيئة ومستنيرة بهدي الآيات القرآنية. وفيها أيضا تحميل للمسلمين مسؤولية العلم والمعرفة والنظر والتفكر في آيات الكون من السماوات والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار ودواب وما في السماء من شمس وقمر ونجوم إلى آخر ذلك، والتأمل واستخراج الخزائن الدفينة في البر والبحر حتى تتحقق عمارة الأرض. ولذا في نزول قوله تعالى في أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال: الذي علم بالقلم، هذا بيان وإشعار للأمة أن نهضتها منوطة بالعلم، متصلة بالعلم ومرتبطة به ارتباط وثيق. فالصلة بين الدين وبين العلم صلة قوية ووطيدة الآصرة، بشرط أن يكون منتهى هذا التقدم والرقي والهدف منه هو تولي منصب الخلافة في الأرض وربط عباد الله عز وجل بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه التصريح بجعله خليفة في الأرض. انظر الآية: وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالتحميد والتسبيح والتقديس واقع من الملائكة، ومع ذلك استخلف آدم ليبين أن الخلافة والعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يحققها في الأرض لا تنحصر في التسبيح والتقديس والتحميد، بل تتجاوز هذا كله فتشمل ميادين الحياة المختلفة ومعاركها المضطرمة. فالإنسان المؤمن أساس ركيز ومكين في عمارة الأرض، وهذه في الواقع مسؤولية عظمى وأمانة كبرى حملها الله عز وجل آدم عليه السلام وذريته من بعده، تدعو المسلمين أن لا يعيشوا على هامش الحياة، يكون دائما متأثرين بالأحداث، يعني ينفعلون بما يكون من أحداث تقع، لا، ينبغي أن يكون هم لهم القوة والأساس في إيجاد الأحداث وتسيير الشعوب وفق ذلك، وتبعثهم على التقدم للأمام والأخذ من المعارف والعلوم التي تؤهلهم للقيام بأعباء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتسيير الأمور في كافة المستويات على ما يحقق خلافة الله في الأرض. لما؟ لأن خلافة الله في الأرض لا تتحقق إلا إذا أسلم الإنسان أمر عقله الذي وهو من يعني أعظم نعم الأمر الله عز وجل بها على البشرية، أسلمها إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أطلق العنان لعقله دون زمام ودون شيء يحتكم إليه لطغى وبغى، ورأينا في اللقاءات السابقة كيف أن أحد أعتقد أستاذ مصطفى عرض هناك يعني من وصل إلى أن يدعي ألوهية الإنسان أو تحقيق الألوهية للإنسان لأنه بغى وتجبر، وكأنه يذكرنا بفرعون عندما بغى وتجبر فقال أنا ربكم الأعلى. ولذا يقول الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسير المنار في عندما تكلم عن آية الخلافة وشرحها قال: كما أعطاه الله هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته وملكه الأرض وسخر له عوالمها، أعطاه أحكاما وشرع حدا حد وشرع وشرع عفوا أحكاما وشرائع. هذه الأحكام والشرائع ما مهمتها؟ حد فيها لأعماله وأخلاقه حدا، يعني أصبحت مثل الإطار الذي يحد أعماله وأخلاقه حتى لا يبغي، يحول دون بغي أفراده وطوائفه بعضهم على بعض، فهي تساعده على بلوغ كماله. لما؟ لأنها مرشد ومرب للعقل الذي كان له كل تلك المزايا، فبهذا أصبح الإنسان يعني أجدر المخلوقات بأن يكون خليفة الله في الأرض. الشرائح بتتحرك مع كلامي، تظهر. اي نعم نعم دكتورة، دكتورة نعم تمام. ولذا وجدنا الآيات في القرآن تأمر وتطلب التدبر، تحث على التدبر والتأمل في الأرض برها وبحرها وجوها وسمائها وفي السماء وكواكبها، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول، لكن كما قلنا بضابط الاحتكام إلى الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، شوف التفكر يوصلهم لفين؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. تفكر وتدبر واستفادة توصلهم إلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا سبحانه أنه سخر لنا في الكون، كما قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم، لكم أي لمصلحتنا لمنفعتنا، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلق لأجلك أيها الإنسان لتنتفع به وتسخره في تحقيق الخلافة التي خلقت لأجلها. وأعطى آدم عليه السلام الأدوات التي يحتاجها في هذه الخلافة والعمارة، فكان قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. تعليم آدم عليه السلام للأسماء كلها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تعليم جميع العلوم والفنون والإبداعات والاكتشافات والاختراعات والإنتاجات التي نراها تظهر عبر العصور والقرون على أيدي أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. لم يكتف الله سبحانه وتعالى بذلك، بل ذكر لنا في القرآن من الحقائق الكونية التي ما زال الإنسان يكتشفها شيئا فشيئا، يذكرها تارة تصريحا وتارة تلميحا ليحفز البشرية للبحث والاكتشاف.
ولا يتركهم يتيهون في مساحات البحث، بل يعينهم على تصحيح المعارف وتقويمها وتعديل مسار الأبحاث لاستغلالها وتوظيفها بالطريقة التي تعمر الأرض ولا تفسدها. لما؟ لأن علم الله عز وجل شامل محيط، لا يعتري الخطأ والنقصان، بينما علم البشر محدود، عرضة للخطأ والنقص. فالاحتكام للقرآن يقوم الاكتشافات، كلما حادت عن الصواب احتكمنا إلى القرآن، فعدنا إلى جادة الطريق حتى تتحقق العزة والخيرية والعلو والتمكين الذي أراده الله للأمة الإسلامية. ولذا وجدنا في القرآن الله سبحانه وتعالى يمدح ويثني الذين يسارعون في الخيرات، ولم يقل في العبادات والطاعات، بل عبر بلفظ الخيرات لتشمل جانب العبادة وجانب العمارة الذي به تتحقق العبادة الآمنة للبشرية. يعني تحقيق العمارة الصحيحة يؤدي إلى تحقق العبادة الآمنة للبشرية، فبالتالي السباق يشتمل على جميع جوانب ومناشط الحياة. هنا يرد سؤال، يا ترى أي الحضارات أكثر تقدما؟ هل الحضارات السابقة أم حضارتنا المعاصرة؟ قطعا لو طرح هذا السؤال علي أحد سيأتي الجواب بداهة، قطعا حضارتنا المعاصرة أعظم وأكثر تطورا ورقيا، لكن لو احتكمنا إلى الإنصاف والمنطق، فإن يعني الإنصاف يقتضي منا أن نتريث قبل أن نطلق الحكم أو الجواب في هذا السؤال. فنتأمل نصوص القرآن الكريم فيما يتعلق بالتطور العمراني. نجد الله سبحانه وتعالى وصف مدينة إرم بقوله تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فعبر بكلمة لم يخلق، لم يقل ما خلق، لم يعبر بالماضي، بل عبر بالفعل المضارع لما حتى لا يتقيد بزمن، فهي مدينة لم ولن يخلق مثلها في البلاد. أيضا في التطور العمراني نجد في قصة سليمان وملكة سبأ، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. هذا يدل على أنه في يعني مهارة وتقنية عالية جدا في الهندسة المعمارية. فيما يتعلق بالجانب الصناعي نجد قوله تعالى في عن قوم عاد: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يعني كان هناك نهضة صناعية لديهم تسعى لتحقيق الخلود للإنسان، والخلود ما زال مطمع البشر منذ آدم عليه السلام، حيث كانت معصيته من أكل الشجرة طمعا في الحصول على الخلود، وما زال إلى يومنا يعني يحاولون الوصول إلى إكسير الحياة أو ما يحقق لهم الخلود في هذا، وهذا أمر قضى الله فيه بقوله: كل من عليها فان. ولذا قول الاحتكام مع القرآن يصحح مسار البحث العلمي، ويعني يحد من الهدر في الطاقات والجهود والأوقات في أمور لا طائل من ورائها. فيما يتعلق بالجانب الفني والنحت نجد قوله تعالى: وتنحتون الجبال بيوتا، وقال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ووصف عرش بلقيس بالعظم فقال: ولها عرش عظيم. فكان هناك تقدم ورقي ويعني حضارة عالية جدا في هذا الجانب. في جانب الرصد الفلكي يقول تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ومعروف الصرح أشبه بالمراصد الفلكية التي تعمل اليوم. في جانب الطب يعلم الجميع عجز العلم اليوم عن كشف اللثام، عن أسرار التحنيط لأجساد ملوك الفراعنة، بل إن بنو إسرائيل قد برعوا في الطب في عهد عيسى عليه السلام، ولذا كانت معجزة عيسى عليه السلام شفاء الأمراض المستعصية إلى يومنا هذا، وهو الأكمه الذي يولد أعمى والأبرص، فلأن كل نبي يبعث يعني تكون معجزته من جنس ما برع فيه قومه. في جانب القوة العددية والمالية والحربية يقول تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. فهم كانوا أكثر قوة وعتادا وأولادا وعمارة للأرض. هناك جوانب لم تذكر في القرآن ربما يكون السبق فيها لعصرنا الحاضر، مثل التقنية والذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، علوم الفضاء الحالية ونحوها، وإن كان
في إحضار عرش بلقيس في لمح البصر، وقد أشار أحد الأساتذة الأفاضل في إحدى الندوات لهذا. قد يكون في هناك علاقة بالتكنولوجيا والتقنية، لكننا نؤمن في الوقت نفسه أنها كانت كرامة للذي عنده علم الكتاب، ولا يمنع أن يكون فيها إشارة لهذا الجانب. مع كثرة الإنجازات العلمية العظيمة التي تحققت في عصرنا فيما يخدم البشرية، إلا أننا نستطيع أن نجزم أن عصرنا حاز السبق في مجال الحروب والدمار والإهلاك باستخدام أسلحة الدمار الشامل كالقنابل النووية والبيولوجية التي تدمر ولا تبقي ولا تذر. الدليل على هذا أننا ما زلنا نجد إلى يومنا آثارا وبقايا من الحضارات السابقة مع ما حل بهم من دمار، ويعني عقوبات إلهية وغيرها، وعوامل التعرية الطبيعية نظرا لتقادم بعدهم الزمن السحيق. أما ومع ذلك ما زلنا نجد آثارهم وبقاياهم وتاريخهم المدون. وأما أسلحة اليوم فقد ساقت ما سبقها، فهي تمحو المدن وساكنيها محوا تاما، فلا تبقي لها معالم. من هنا يرد سؤال: وهل الحضارة الإسلامية ما يميزها عن ما نراه ونسمع عنه من الحضارات القديمة والحديثة؟ وللجواب على ذلك نذكر أبرز ما يميز الحضارة الإسلامية فيجعلها حضارة راقية تبني وتعمر الأرض وتعمر الأرض بالخير، ويعم معها السلام الروحي والمادي، ويتحقق بها رغد العيش والعدل والاستقرار. من هذه المزايا أولاً أنها حضارة غير متعالية ولا متغطرسة، يعني لا يصل بها أصحابها أن يقولوا أنا ربكم الأعلى، أو يدعون أن الإنسان يستطيع أن يكون إلها بطاقاته وقدراته، بل هي حضارة متواضعة تستفيد مما سبقها ومتسامحة ومنصفة مع الجميع، الموافق والمخالف. ثانيا، لا تقف عند حد، يعني طموح الحضارة الإسلامية طموح عالي جدا، لأننا مأمورون في الإسلام بالإحسان، والمسلمون يحرصون على تحقيق درجة الإحسان، لأن الله تعالى يقول إيه والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان إلى المخلوق، وهذا الإحسان للمخلوق يشمل كل ما يتعلق بجوانب الحضارة. أيضا أنها تنتقي المناسب لقيمها ودينها، وتعمل على تطويره وتؤطره بالأحكام الفقهية التي جاء بها الشارع وتلتزم بها. أيضا رابعا، أنها تعنى بالجانب الروحاني كما تعنى بالجانب المادي، وليس كالحضارة المعاصرة التي تغلب جانب الماديات. ولذا هي تؤمن بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل به ولم يكله للعباد، كما قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لكن الحضارة الإسلامية منزهة عن ذلك. خامسا، تستنير وتستهدي بالنصوص الشرعية من العليم الحكيم في لتقويم مسارها وتصحيحه، يعني تستفيد من نصوص القرآن في تصحيح مسارها البحثي والعلمي، فالحق ما وافق القرآن والباطل ما خالفه. سادسا، تحفظ الحقوق والحدود، فلا بغي ولا طغيان، وتضع الأسس والمبادئ العامة التي تمجد المثل العليا والأخلاقيات الرفيعة، يعني تكون هذه أساس في تقدمها وتحضرها، وتراعي هذا الجانب مراعاة تامة. سابعا، أنها تعتمد مركزية الآخرة في مقابلة مركزية الدنيا. هنا في ظاهر عندي شاشة سوداء، ما أعرف ليش الحضور ولا إيش هذه، لو تلغى من عندي. الدنيا بمعنى أنها تجعل غايتها هي مركزية الآخرة، والدنيا هي وسيلة لتلك الغاية، فترى السباق في الدنيا وسيلة للفوز في سباق الآخرة. وأخيرا، من مميزات الحضارة الإسلامية الشمولية والعمومية، فهي تشمل جميع جوانب الحياة، ويعم خيرها جميع البشرية الموافق والمخالف. من خلال استعراض مميزات الحضارة الإسلامية، نجد أن السباق الحضاري كان المسلمون يكبحون جماحه حتى لا يجنح للإفساد والتدمير بزمام محكم، وهو ماذا؟ هو الوصول للهدف
وهو الفوز في السباق الأخروي الذي حثت عليه الآيات التي سبق أشرنا إليها، لأن الفوز الحقيقي هو كما قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في ذلك اليوم تعلن نتائج السباقات التي كانت في الدنيا، ولذا من الضروري بمكان أن ينهض المسلمون اليوم من غفوتهم ويؤدوا الأمانة التي حملوها ويمسكوا بزمام النهضة الحضارية في جميع المجالات، لا يكونوا متلقين فقط بل يكون هم من يصدر الحضارة للآخرين، لحماية البشرية من الحضارة الغربية التي اتخذت مناهضة الدين والتمرد عليه أساسا لها. أساس الحضارة الغربية نهضت على محاربة الكنيسة التي تدعو للجهل، فلا يقف أمام أطماعها قيم ولا أخلاقيات ولا مواثيق ولا اتفاقيات. فوجدنا استغلال هذه النهضة والثورة العلمية للتسابق والتنافس بين القوى العظمى للسيطرة على أصقاع الأرض وتملك مدخراتها واحتكار كنوزها، ولو عن طريق الحروب الدموية والنووية وعن طريق الحصارات الاقتصادية أو إثارة الفتن والقلاقل والانقلابات السياسية، أو عن طريق الحروب البيولوجية وتصنيع ونشر الأوبئة المهلكة، أو عن طريق التجسس والاختراقات لأجهزة الدول وتهديد أمنها. بل وصلت الأطماع لبعض الدول للتفكير في غزو الفضاء، ظنوا الرزق بأيديهم، كما قلنا يطغى العقل إذا ترك بلا زمام، فأثار طمع نفوسهم الطامعة حركت في داخلهم غريزة الخوف من نضوب موارد الحياة نظرا لتزايد أعداد البشرية، ولضيق قلوبهم ونفوسهم ظنوا الأرض على اتساعها قد ضاقت بتلك الأعداد، وغفلوا عن أن تدبير الكون بيد الحكيم العليم الخبير القادر، وأن الأرزاق بيد الرزاق من يملك خزائن السماوات والأرض. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقون لا يعلمون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإنما ينزل الله الرزق بقدر لحكمة. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولذا الفيلسوف جوستاف لوبون يقول: العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين. ولذا ينبغي أن نضع نصب أعيننا أنه متى ما غلب الفساد في الأرض فلن يكون من على ظهرها بمنأى من وقوع السنن الكونية التي أصابت من قبلنا من الأمم، ولن يغني عنا ما نحن فيه من تقدم وتطور، كما أنه لم يغني عن السابقين تقدمهم شيئا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ونستحضر قوله تعالى: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، ظنوا العلم هذا منجي لهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وعودا على بدء، نعود للآيات التي نحن بصددها في سابق وسارع، فنقول: أصل مادة كلمة سباق هو سبق، السين والباء والقاف، ومعناها كما قال ابن منظور: السبق القدمى في الجري وفي كل شيء، يعني التقدم في الجري في كل شيء. وفي الحديث: أنا سابق العرب، يعني إلى الإسلام. وقوله: واستبقوا الخيرات، وكأن الخير والبر يسابقك ليذهب عنك وأنت تتعجل لتنال منه ما استطعت قبل نفاذه وذهابه. والمسابقة هي الدعوة للتنافس الطيب المرغوب، لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما كلمة سارعة ومسارعة فأصلها السين والراء والعين، وهي كما قال ابن فارس أصل صحيح يدل على خلاف البطء. قال الأصبهاني في مفرداته: ويستعمل في الأجسام كما يستعمل في الأفعال، يعني يستعمل في الأسماء وفي الأفعال، فيقال سرع فهو سريع وأسرع فهو مسرع وهكذا.
ما الفرق بين سابق وسارع، حيث أتى في آية سابق إلى مغفرة من ربكم، مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي الأخرى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فنقول فيها قولان. القول الأول مبني على اختلاف موضوع السباق والمسارعة، وإن كان المخاطبون هم نفس الفئة، يعني الخطاب في الآيتين للفئة نفسها، لكن الموضوع اختلف. ففي لفظ المسارعة في آية سورة آل عمران المراد الاستعجال والمبادرة بالفرار من الوقوع في المنهيات التي تورد صاحبها جهنم والعياذ بالله، فكأنه فرار وبعد عن المحرمات التي تؤدي بالإنسان للوقوع في النار. ولذا جاء قبلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فناسب هنا المسارعة. أما في سورة الحديد فقد جاءت الآية بعد ذكر الدنيا وما فيها من فتن ومشاغل، ومعروف أن الناس يفتنون بأعراض الدنيا وقد تلهيهم عن السعي للسباق الحقيقي وهو السعي للجنة. كأنه الله سبحانه وتعالى يعلم حال الناس وتنافسهم وتسابقهم على هذه الدنيا ما فيها من متاع، فعبر بلفظ سابق دعوة منه جل في علاه للبشرية بأن يتنافسوا التنافس والتسابق الحقيقي الذي يبلغ الإنسان الجنة والنعيم في الأخرى، وليست هذه الدنيا الفانية ونعيمها الزائل. لأن كما نعلم الإنسان في الدنيا ما هو إلا كمسافر أو راكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها وارتحل عنها. هذا القول الأول. القول الثاني أن هناك فرق في المخاطبين. فآية آل عمران تخاطب فئة المتقين، وآية سورة الحديد تخاطب المؤمنين بصفة عامة. كيف ذلك؟ الآيتان كلها تتحدث في السباق إلى الجنة، فالمتقون كما نعلم أعلى درجة ورتبة من المؤمنين، لأن التقوى أن يدع ما لا بأس به خشية أن يكون فيه بأس أو يقعه فيما فيه بأس، فهي درجة أعلى من مجرد الإيمان. فلم يعني لم يخاطبهم بالسباق لأنهم هم أصلا في سباق للآخرة، المتقون هم أصلا في سباق في للآخرة، فخاطبهم بالزيادة في هذا السباق، ويعني مثل ما نقول رفع العداد في السرعة، فقال وسارعوا. فالمسارعة تتضمن السباق وزيادة، فهنا في حث على المزيد من الإسراع في السعي للجنة. أما آية سورة الحديد فهي تخاطب المؤمنين بصفة عامة جميعا، لأنهم قد يكون في غفلة فيحثهم على السباق للجنة، فإذا تحقق منهم السباق للجنة شاركوا المتقين فأصبحوا دخلوا في الخطاب الثاني الذي هو وسارعوا. ومعروف أنك أي سباق يشتمل مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة انطلاق السباق وهذه يشترك فيها جميع المتسابقون، المرحلة الثانية مرحلة الإسراع في السباق تكون في المراحل الأخيرة. نجد أنه أثناء السباق هناك من يسقط في منتصف الطريق، ومنهم من يحيد عن الطريق ولا يبقى ولا يصل إلى المسارعة إلا أصحاب الطاقات والهمم والسرعات والعزائم الذين تزودوا بزاد التقوى وأعانهم ذلك على إكمال أشواط المسارعة. ومما تجدر الإشارة إليه أنه في كلتا الآيتين لو تأملنا أتت الصيغة بصيغة المفاعلة، سابق على وزن فاعل، سارع على وزن فاعل. والفرق بين سبق وسابق وسرع وسارع أن سبق وسرع تدل على فعله بنفسه، يعني هو لوحده جالس يسرع جالس يسبق، لكن سابق وسارع تدل على المشاركة، أنه ليس وحده في المضمار بل هناك من هو معه في المضمار وهناك تنافس، فما ما زال هناك تنافس ويعني محاولة كل واحد أن يسبق الآخر في الوصول للهدف. وحقيقة هذا السباق الذي حكته الآيات هو سباق عظيم في حلبة عظيمة لغاية عظيمة وبإذن من رب عظيم ينادي فيه الله سبحانه وتعالى عباده فيقول سارعوا وسارعوا. والمسارعة معروف إن هي تزايد السرعة، يعني إحنا لما نتأمل كأنه هذه حلبة سباق والزمن محدد، يعني إحنا لما نتأمل في أعمارنا وآجالنا، آجالنا محددة قضيت من قبل أن يخلق آدم عليه السلام، حددت آجالنا في اللوح المحفوظ. ولو حسبنا أعمارنا بالزمن الإلهي الله عز وجل يقول وإن يوما عند ربك
كألف سنة مما تعدون. فألف سنة مما نعد هي عبارة عن يوم واحد عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما نقول إحنا أمارنا في الستينات والسبعينات والثمانينات، لو جينا عملنا عملية حسابية راح نجد أنها لا تتجاوز ساعتين ثلاثة. إذا الوقت قصير، والهدف يعني يحتاج جهد للوصول له، فيستحق أن نبذل فيه غاية الجهد وغاية يعني الاستنفار لنحقق الفوز فيه. حقيقة هو سباق، وأي سباق؟ سباق نحو رضا الله سبحانه وتعالى، نيل جنته التي هي مطلب المتقين وهدفهم الأسمى، كما قال تعالى بل هدف المؤمنين جميعا، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ونحن اليوم في نهاية العشر الأخيرة من رمضان وختام الشهر المبارك ونهاية السباق الرمضاني السنوي، والجائزة التي ننتظرها ونتشوق لها هي الجنة، وإنما تزداد سرعة الجياد في النهايات، وحسن النهاية يمحو ويجبر تقصير البداية، والفرصة للسبق لا زالت متاحة، فالليلة هي آخر ليلة في رمضان، نري الله عز وجل منا ما يرضيه سبحانه وتعالى ليرضينا. وأبواب الخير في هذا الشهر المبارك وغيره لا زالت مفتوحة، فنحن بعد رمضان نستقبل شوال وما فيه من عبادات الست ونحوها، ثم نستقبل أشهر الحج، وعشر أيام هي تعتبر العمل الصالح فيها أحب العمل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يفتح لنا مضامير السباق كل حين ويحثنا على المسارعة فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في سباق السباقات، وممن يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ختاما أشكر لكل من حضر حضوره وحسن استماعه، نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله عز وجل ومنه وهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر إن أطلت، شكر الله للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتورة سعاد على هذه المشاركة القيمة. ومع المشاركة القيمة والمميزة التي قدمتها الدكتورة سعاد بارك الله فيها، يكون برنامج سباق الأمم قد أتم ندواته العلمية. ونبدأ الآن بفقرات الختام لكلمة الدكتور سيف السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية الدولية للناطقين باللغة العربية، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا أستاذة نورة. حياكم الله، حيا الحضور الكرام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في اختتام فعاليات برنامج سباق الأمم. هذا البرنامج الذي أطلق في شهر رمضان هذا العام، والحمد لله حقق الكثير من التفاعل والفائدة و يعني المنفعة العلمية. حقيقة الهدف يعني من الفكرة، أو كيف بدأت الفكرة، كان عبارة عن تجميع للمواضيع الهامة التي تثار للنقاش في الجامعات والمراكز البحثية التي كنا يعني نتشارك بها ونحضرها، ودائما ما يطرحون مواضيع حقيقة هامة جدا في موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وموضوع البلوك تشين والفاينانشال تكنولوجي، وهكذا المواضيع التي أخذناها في هذا الشهر. يعني فحقيقة جاءت الفكرة يعني من مجلس الإدارة والأمانة العامة، لما لا يتم جمع هذه المواضيع الهامة بمكان واحد لتكون مصدر إلهام وتوعية للباحثين وكذلك للمؤسسات البحثية والجامعات. فحقيقة الفكرة بدأت من تجميع لهذه المواضيع الهامة المثارة للنقاش في الجامعات والمراكز البحثية في بيئة واحدة في مكان واحد، مستضاف على منصة أريد تحت مسمى سباق الأمم. فالحمد لله ضم يعني هذه الحلقات التي قمنا بتسجيلها، كذلك المحاضرات والندوات العلمية التي قدمت حول هذه المواضيع الهامة حقيقة. واختير حقيقة شهر رمضان لتبني هذه المبادرة على منصة أريد، مستغلين حقيقة هذا الوقت للتركيز على موضوعات نافعة ومفيدة. يعني الكثير من الناس ينشغلون بأمور كثيرة، فأردنا أن ينصب الاهتمام ويكون التوجيه البوصلة نحو التفكير حقيقة بهذه المواضيع، الاستماع إلى المصطلحات الهامة. قد بعض الحضور كان يستمع لهذه المصطلحات لأول مرة،
التي قمنا بوضعها وطرحها. فحقيقة يعني ذكر هذه المصطلحات وتعريفاتها والأمثلة حولها والمبادرات الأممية والدولية التي تعقد والمراكز البحثية التي تتسابق حقيقة حول هذه المواضيع كان هو الهدف والغاية من هذا البرنامج. نعم، طبعا كنا في الأعوام السابقة أيضا أطلقنا مجموعة برامج، كان هنالك برنامج اسمه الأربعون المهارية، يتناول مهارات هامة للشخص الذي يريد أن يحقق النجاح والسرعة والإنجاز، فأخذنا كل يوم مهارة من هذه المهارات في الأربعون المهارية. أيضا العام الماضي كان هنالك حول موضوع سألت الذكاء الاصطناعي، فأيضا كان هناك مجموعة أسئلة وخاصة مع ظهور الشات جي بي تي، فكنا نسأل هذه الأسئلة للشات، و يعني هو الذي كان يوجهنا ويرشدنا إلى الإجابة، ثم يعني نتناقش في هذه الإجابات. فأنا حقيقة أستعرض بشكل سريع البرنامج الذي عقد وفكرته وفلسفته، ويمكن يعني نبدأ الآن حقيقة يعني فعاليات اختتام البرنامج، ثم نستمع بعد هذه التوصيات والتوصيات التنظيمية والتوصيات العلمية. وهنالك مسابقة هامة جدا، تحدي هام جدا سيطلق في نهاية البرنامج، أرجو أن تبقون معنا إلى النهاية حتى تشاركون في هذا التحدي. هو عبارة عن هدية بقيمة معينة في حساب الباحث في منصة أريد. أعتقد كل الموجودين حتى اللجنة التنظيمية لا يعرفون هذه المفاجأة، يعني هي يعني جاءت من المؤسسات التي قامت برعاية وتنظيم حقيقة هذا البرنامج. طيب، بالنسبة للندوات التي قدمت في برنامج سباق الأمم، كانت هناك حقيقة طيف من الندوات. بدأت بندوة الزراعة الذكية. حقيقة أخذنا هذا الموضوع لأهمية موضوع الزراعة الذكية ولمناقشة الحلول التي يمكن أن تطرح لحل مشكلة عالمية تعاني منها البشرية، وهي موضوع الاستدامة الغذائية. فتم استضافة حقيقة مجموعة من الخبراء للحديث حول موضوع الزراعة وما هي الأفكار والمبادرات حول هذه المواضيع. فكان هنالك مشاركة الأستاذ الدكتور معاذ عبد الوهاب الفهد مشكورا، كذلك الأستاذ الدكتور اسكندر حسين علي، والأستاذة الدكتورة شيرين فيليب إبراهيم، ودكتور سرحان أحمد عبد اللطيف، وكذلك الدكتور عماد ناجي رشيد الهاشمي، وكذلك الدكتور فرقد عدنان. حقيقة مجموعة أو محاضرات وأفكار ورؤى قيمة طرحت في هذه الندوة العلمية عن الزراعة الذكية، تكنولوجيا تغذي العالم. ثم جاء الموضوع التالي حول موضوع المدن الذكية Smart Cities، وأيضا عقدت ندوة علمية حول هذا الموضوع، المدن الذكية حياة المستقبل، وهذا من المواضيع حقيقة الهامة التي تتحدث حولها الآن الجامعات والمراكز والحكومات. كيف نتحول إلى سمارت سيتي؟ كيف نستخدم هذه التقنيات مع بعضها حتى يعني مجتمعة مع الثور، مع الفورث ديجيتال ترانسفورميشن، الثورة الصناعية الرابعة، حتى نحقق يعني نوع من الرفاهية في الحياة والجودة التي نطمح لها في حياة الناس يعني. فكانت هنالك ندوة حول موضوع المدن الذكية، وتحدث فيها مشكورا الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سليمان، وكذلك الدكتور فتح علي عبد الله الشعيبي، الأستاذ عمر سليم، وكذلك الأستاذة سامية ناصر سعيد الهنائي، أعتقد الهنائي، وكذلك الداتو من ماليزيا الحاج عبد الرحيم بن حاج عبد الله. فحقيقة كانت أيضا بعض المشاركات والمداخلات حول هذا الموضوع. ثم جاءت موضوع الآخر، تحدثنا حول موضوع الأمن السبراني سايبر سيكيورتي وحماية العالم الرقمي، وهو يعتبر من المواضيع الهامة حقيقة في هذا المجال، موضوع التأمين الشخصي والتأمين المؤسساتي حقيقة، مع الازدياد الاختراقات والخروقات التي نسمعها، وكيف يمكن أن نحصن أنفسنا، كيف يمكن أن نحصن أولادنا، مؤسساتنا، عائلاتنا. فكانت هنالك مجموعة من المبادرات والمحاضرات حول هذا الموضوع لهدف التوعية حول موضوع الأمن السبراني. طبعا لا أدعي أننا يعني قمنا بتغطية يعني كل الموضوع، نحن فقط نعطي مجموعة من الإشارات والمصطلحات والمبادرات والأفكار. يعني مثل هذه المواضيع مواضيع تحتاج لها أشهر بل سنين حتى شخص يحترف بها ويتقنها يعني.
ولكن هو موضوع هام من المواضيع الهامة. إذا كان هنالك خلل أو اختراق في موضوع الأمن السبراني، طبعا المؤسسة ستسقط، يمكن الدولة كاملة تسقط بسبب اختراقات في الأمن السبراني، وهذا ما نسمعه ونشاهده في الإعلام وفي الأخبار. ثم جاءت الحلقة التي تليها حول موضوع التعليم وأوجه التعليم وطرق التعليم والتحديات والحلول وما واجهناه في الجائحة وما بعد الجائحة واستخدام التقنية ورقمنة في التحليل في التعليم. فحقيقة أيضا كانت هناك مشاركات قيمة في موضوع التعليم، شارك فيها الدكتور سفيان طبوش والدكتورة ندى محمد فؤاد مسوتي من أمريكا، وكذلك الدكتورة نجلاء محمد عبد العظيم أيضا شاركت مشاركة قيمة، والأستاذ محسن ريوه، وكذلك الأستاذ بدر علاء أحمد. كذلك كانت هناك ندوة أخرى حول موضوع النانو تكنولوجي، تسمى بتكنولوجيا النانو أو العملاق الخفي. ما هو النانو تكنولوجي؟ أكيد كثير يعني سمع بالمصطلح، ولكن ما هو، كيف يعمل، كيف يمكن نستفيد من عنده، ما هي تطبيقاته، ما هي الامبليكيشنز لهذا العملاق الخفي. فهذا ما تم طرحه ومناقشته في ندوة العملاق الخفي. تحدث الأستاذ الدكتور يوسف إسماعيل مشداني مشكورا في محاضرة قيمة حول موضوع الاستخدامات للنانو تكنولوجي. كذلك الدكتورة نهاية حكمت زكي تحدثت حول الاستخدامات أيضا، والدكتورة زينب كريم تحدثت أيضا حول موضوع النانو تكنولوجي مع المياه مع المضخات، وكذلك الأستاذة سحر سعيد عبد العزيز أيضا تحدثت حول موضوع النانو تكنولوجي، والجميع الحضور منحوا شهادات لهذه الندوة العلمية. ثم تلت هذه الندوة حقيقة موضوع هام جدا، وهو موضوع الفضاء واقتصاد الفضاء. فكان هنالك تبيان أولا لما نهتم بالفضاء، يعني إحنا الآن خلونا في الأرض، خلونا يعني نهتم بالتقنيات والوعي والأمور اللي احنا محتاجيها في الأرض، لما تنتقلون بنا إلى الفضاء، ما هي أهمية الفضاء؟ فجاء الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله كامل الركابي جزاه الله خيرا لتوضيح حقيقة أهمية اقتصاد الفضاء، وعزز هذه الندوة فضيلة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، هو رئيس جامعة الشارقة، وكانت محاضرة ماتعة حول موضوع الفضاء، وكذلك مشاركة الأستاذة دلال خالد ممثلة عن يعني بالتعاون مع الأستاذ عوني الخصاونة حول موضوع اقتصاد الفضاء، وكذلك محاضرة للدكتور فؤاد محمود عبد الله حول مواضيع الفضاء والتمكين الفضائي وأهميته بالنسبة لبقية التخصصات والأثر والتأثير. وأيضا أطلقت حقيقة أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك على هامش هذه الندوة. هذه الأكاديمية هي برعاية منصة أريد العلمية، تعنى بمواضيع الفضاء والفلك وكل ما يتعلق فيها في موضوع النجوم والفلك والرصد، وإن شاء الله سيكون لها دور كبير جدا في الأيام القادمة لمواضيع تخص الفضاء والفلك، ويترأسها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ويديرها المدير التنفيذي لها الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله كامل الركابي، هو المدير التنفيذي لهذه الأكاديمية. وستعقد حقيقة اتفاقيات مع اتحاد الفضاء والفلك ومع بعض الجامعات حول هذا المجال. وأيضا طبعا جاءت ما بعد الندوة الثامنة حول موضوع السياحة الفضائية، يعني الآن أيضا تعتبر من الأمور التي تعزز الاقتصاد. ما هي السياحة الفضائية وأهميتها، وما هي الاتجاهات العالمية الآن حول هذا الموضوع؟ فأخذنا يعني جولة ورحلة سياحية ماتعة إلى الفضاء عبر مجموعة من المتحدثين، كان أبرزهم أيضا أستاذ المساعد الدكتور حارث سعد مهدي، وكذلك الدكتور دريد عبد السلام محمد، تحدث حول مواضيع هامة في هذا المجال حول موضوع السياحة الفضائية. ثم جاءت ندوة حول موضوع الصحة الرقمية، موضوع الصحة الرقمية، ما هي الثورة الطبية التي يمكن أن يعني نشهدها وتتسابق حولها الدول الآن، الجامعات، المستشفيات، المراكز الصحية، المراكز الخدمية، استخدامهم للمستشعرات والاي او تيز الانترنت اوف ثينكس مع المريض، مع التطبيقات، مع كل التخصصات اللي يمكن أن تدخل فيها الهيلث كير، الصحة، العناية الصحية، تم الحديث عنها وتناولها وشرحها في هذه الندوة.
فكانت هنالك مشاركة قيمة للأستاذة الدكتورة أسماء فتحي عبد العزيز شحاتة، تحدثت حول الموضوع نحو فهم فقهي للصحة الرقمية، وهي أستاذة في الجامعة القاسمية. كذلك الدكتور أيمن عثمان أوغلو طبيب أسنان، تحدث حول التقنيات الرقمية في مجال طب الأسنان. كذلك الأستاذ عماد حامد أبكر تحدث حول التكنولوجيا الصحية، والدكتورة أو الأستاذة سميرة بيطام وهي إعلامية جزائرية، تحدثت حول الصحة الرقمية في الجزائر واقع وآفاق. نعم، فكانت هنالك حقيقة كل هذه الندوات ما يميزها، هنالك مشاركات يعني لكل حلقة لكل موضوع هنالك مشاركات لمن أراد من أعضاء المنصة الذين أختيروا للمشاركة في هذه الندوات العلمية. أيضا جاءت بعدها البايوتكنولوجي، موضوع البايوتكنولوجي أو تعديل الحياة، أيضا كانت هنالك مشاركة وندوة علمية من دكتورة رشا البارودي، تحدثت حول الإثكس الأخلاقيات الموجودة في البايوتكنولوجي. دكتور ياسر صحصاح تحدث حول الواقع الافتراضي في البايوتكنولوجي، وكذلك الدكتور طيبة غزوان محمد عن التكنولوجيا الحيوية. ثم جاءت هنالك أيضا مجموعة من الندوات في هذا الشهر الفضيل، ندوة المواد الذكية اللي هي السمارت ماتيريالز، تعتبر وجه من أوجه الصناعة المستقبلية. فكانت هذه الندوة عقدت يوم 31/3 مارتش، تحدث فيها الأستاذ إبراهيم عثمان سالم متحدثا رئيسيا، كذلك الأستاذ الدكتور فريد محمد عبد الرحيم الخطيب، والأستاذ أو المهندس محمد السيد عبد المجيد محمد، تحدث عن موضوع عالم السيارات واستخدامهم لموضوع النيو ماتيريالز اند سمارت ماتيريالز. طيب، وجاءت أيضا ندوة أخرى حول موضوع الـ 3D printing، الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما هي الثورة التي ستحدثها هذه الطباعة، أهميتها، استخداماتها، كيف يمكن نستفيد منها في التصنيع، الفكرة كيف نحولها، موضوع الفن واللوحات الفنية والإنتاج الابتكاري، وحقيقة هذه عبارة عن اندستري كامل، عبارة عن صناعة كاملة، صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويسموها الخبراء ثورة في الإنتاج. حقيقة حدثتنا دكتورة شيماء محمد عامر ناصف مشكورة حول هذه الثورة وتأصيلاتها ومصطلحاتها وأبرز الأجهزة التي تستخدم في هذا المجال. الدكتور أمين يحيى عبد الله الخولاني جزاه الله خيرا، حقيقة كانت محاضرته ماتعة جدا حول موضوع طب الأسنان وما هي التجارب التي يعني كانوا يشتغلون بها، تجاربهم الفعلية في مجال التعويضات السنية عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد، عن طريق الطباعة للفك العلوي والفك السفلي والعظم، وهذه الأمور جميعها كانت هنالك حقيقة صور وأمثلة حقيقية لمرضى في هذه المحاضرة. والأستاذ مصطفى حمزة تحدث بشكل سريع ومقطع حول بعض التجارب العملية حول هذا الموضوع. أيضا تحدثنا في محاضرة علمية حول الواقع الافتراضي، ما هي العوالم الجديدة التي ستنطلق في موضوع الـ Virtual Reality والمسميات، طبعا الـ Augmented Reality والـ Extended Reality وهذه المسميات المتعلقة بالواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع هذا اخر واحد الاكس اكس ار. فحقيقه كانت هنالك مشاركات من دكتوره غاده صالح، كذلك الدكتور اسامه اسحاق، كذلك الدكتور اوس وليد ابراهيم من الامارات، وايضا انا اطلقت كتاب او يعني ذكرت بكتاب الذي اطلقته منصه اريد حول الميتافيرس العالم ما وراء التقليدي الذي اشتركنا به مع الدكتور أشرف محمد زيدان شفاه الله وعافاه. أيضا ضمن الندوات، الندوة الأخيرة كانت حول الجامعات البحثية، ما هي Research Universities ويطلقون عليها الخبراء العمود الفقري لتطور الدول، هي الباكبون لموضوع التطور في الدول، لأن منها فيها مراكز بحثية، فيها بيوت خبرة، فيها موضوع ال think tanks اللي هي بيوت الخبرة اللي عن طريقها يتم تطوير الأفكار والفلسفات والمشاريع والمنتجات والتوجهات. فهذه فكرة ال research universities، وهو ما هي الفرق بين الجامعة التقليدية وبين الجامعة البحثية، وأمثلة طبعا للجامعات البحثية.
التي يعني يمكن أن الشخص الذي يرغب أن يدرس بها أو يستزيد منها يمكن أن يتوجه لهذه الجامعات. فكانت هنالك ندوة حقيقة رائعة وماتعة أول أمس، تحدث فيها الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي من الجامعة الإسلامية العالمية حول الجامعات البحثية، ما هي الجامعات البحثية. كذلك الأستاذ معد أحمد الحاكم تحدث حول التجربة الماليزية في الجامعات البحثية، وكذلك الأستاذ الدكتور مصطفى عطية جمعة تحدث حول سبل تنمية القدرات العلمية في الجامعات البحثية. واختتمت هذه الندوة بمشاركة قيمة من الدكتورة آمنة تاج السر محجوب حول الجامعات البحثية العمود الفقري لتقدم الدول. هذه كانت تقريبا استعراض سريع للندوات التي عقدت في هذا الشهر الفضيل ضمن برنامج سباق الأمم. الآن حقيقة أتكلم أو يعني أشكر اللجنة التنظيمية لهذا البرنامج. شكلت لجنة تنظيمية من أعضاء منصة أريد، من المتطوعين في هذه اللجنة الذين شاركوا حقيقة بإنجاح، الفضل لله ثم لهم بإنجاح هذه اللجنة. أتقدم أولا بالشكر حقيقة الجزير والكبير إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورة هند حسين عبيد حقيقة على مشاركتها وحسن الإدارة لحفلي الافتتاح والختام. يعني بالكامل كانت الدكتورة هند حسين هي تدير حفل الافتتاح وحفل الختام. الآن يعني موضوع التنظيم والتواصل والترتيب والتصاميم والفريق والإدارة اللوجستية كانت عن طريق الدكتورة جزاها الله خير، وهي التي يعني كانت تشرف على اللجنة التنظيمية، والتي كونت اللجنة التنظيمية من أنا كنت معهم في اللجنة التنظيمية. كذلك الأستاذة دكتورة مريم قيس أيضا هي عضوة في اللجنة التنظيمية، وكل الشكر والتقدير لها. دكتورة هند حسين عبيد هي أيضا يعني هي التي أشرفت على اللجنة التنظيمية في حفلي الافتتاح والختام، وكذلك على طول أيام اللجنة التنظيمية. نعم، كذلك الأخت علياء، أستاذة علياء قاسمي الحسني كانت عضو أيضا في اللجنة التنظيمية، والأخ أيمن صالح محسن المشاري أيضا كان عضوا في اللجنة التنظيمية، وكذلك الأستاذة سامية الفاتح طه الحاج كانت عضوة في اللجنة التنظيمية، والأستاذة صفا محمد علي شيت مشكورة لجهودها التنظيمية والتقديمية. كذلك الأستاذ المهندس أحمد الشيخ كان له دور حقيقة في التواصل مع المتحدثين الرئيسيين وإنشاء المجموعات وإضافتهم إلى مجموعات الواتساب. كذلك الأستاذة المهندسة نورة حسن الخضير مشكورة حقيقة على جهودها القيمة في التقديم والإدارة والتواصل وحسن الأداء حقيقة. فكل الشكر والتقدير للمهندسة نورة حسن الخضير على مشاركتها القيمة في اللجنة التنظيمية. كذلك الأستاذ عبد البردان المصمم الرائع المسؤول عن التصاميم الخاصة بمنصة أريد. كذلك الأستاذ الفاضل عدنان قلعتشي كان له دور حقيقة كبير جدا في موضوع التصوير والإنتاج والإعداد والتقطيع، ويعني أمور كثيرة من الأمور اللوجستية. يبقى إلى الساعة الرابعة الخامسة الفجر هو يشتغل بموضوع التنظيم والإعداد، و حتى يظهر البرنامج بهذا الشكل الرائع يعني والمتميز. فكل الشكر باسمي واسمكم للأستاذ عدنان قلعتشي، فجزاه الله خيرا على جهوده الرائعة والقيمة في اللجنة التنظيمية. حقيقة أتكلم هنا حول سباق الأمم بلغة الأرقام. هنا بعض الأرقام التي يعني أخذناها من مؤشرات منصة أريد. عدد الندوات التي عقدت هي 14 ندوة علمية، مجموع عدد الحضور تجاوز 2000 شخص، يعني كان كل يوم تقريبا 150 130 100، فتقريبا عند رصد وجمع عدد الحضور منذ الافتتاح إلى الختام تجاوز 2000 شخص في أيام رمضان. عدد الشهادات التي صدرت 1925 شهادة، شهادات مجانية بالكامل للندوات العلمية. طبعا لم يتم احتساب هنا المحاضرات البينية التي عقدت في شهر رمضان، ولا إنما فقط ما يتعلق بسباق الأمم. فكان 1925 شهادة. عدد المسجلين في البوابة الذين سجلوا في بوابة البرنامج 489 شخص، والأعضاء في المجموعة وصلوا إلى 1025 شخص في المجموعة. لهذا أغلقت الآن المجموعة ولا تستطيع استيعاب
أعضاء آخرين، وستبقى هذه المجموعة إن شاء الله تعالى لأفكار وطموحات ورؤى مستقبلية حول هذه المواضيع التي شكلت في سباق الأمم. طيب، الندوات طبعا هنا استعراض ورصد للشهادات، يعني مثلا الجامعات البحثية من قام بإصدار شهادة هم 128 شخص، الواقع الافتراضي 132، وهكذا. هذه كلها الشهادات ومن حمل هذه الشهادات، ف المجموع هو 1925 شهادة رصدت من منصة أريد لمن قام بإصدار هذه الشهادات للندوات. حقيقة أيضا أطلقنا استبيان، هذا الاستبيان حقيقة لقياس بعض الأفكار، بعض الرؤى، التوصيات، الاتجاهات من هذا الاستبيان. فكان الاستبيان الأولى أو الاستبيان الأول للمتحدثين الرئيسيين، أخذنا منهم بعض الأفكار سأستعرضها، وكانت أيضا استبانة للمشاركين بالحضور، شارك فيها أيضا مجموعة من الأعضاء. فالعدد بالنسبة للمتحدثين الرئيسيين شاركوا تقريبا 34 شخص مشاركا متحدثا رئيسيا. هذه طبعا النتيجة نعمل لها كوبي بيست بالضبط مثل ما حصلنا عليها من كيف تقيم تجربة المشاركة في البرنامج كمتحدث رئيس. كانوا تقريبا 70% اختاروا يعني ممتاز، أعلى رتبة وأعلى درجة، يعني كانت التجربة تجربة متميزة بالنسبة لهم، و23% كانت أقل منها بدرجة، وتقريبا 5.9 كانت يعني متوسطة كانت هذه التجربة. أرجو من اللجنة التنظيمية إيجاد يعني ما هي الإشكالية أو ما هي الأمور التحسينية التي يمكن أن من هؤلاء من هذه النسبة. تقريبا اثنين قالوا كانت تجربتهم متواضعة، وأعتقد لم يكن هنالك أي شخص اختار الرتبة الثانية أو الأولى. لهذا يعني النسبة الأكبر كانت للمشاركات المتميزة، أنه كانت تجربة رائدة متميزة كمتحدث رئيسي، وتقريبا الغالبية العظمى قالوا يمكن أن نشارك مستقبلا كمتحدثين رئيسيين في هذا البرنامج. أيضا بالنسبة للاستبانة التي أرسلت للمشاركين سألناهم سؤال: ما مقدار الاستفادة من برنامج سباق الأمم كحلقات ومحاضرات؟ يعني هل استفدتم أم كان ضياعا للوقت؟ كان يمكن شخص يستغل الموضوع بوقت بشيء آخر، بشيء مفيد آخر. فحقيقة كانت النتائج كالتالي: أنه 5% اللي هو مقدار الاستفادة العظمى، كانت تقريبا 56% قالوا أنه استفدنا استفادة عظمى من البرنامج، و20% كانت أقل، يعني حصلنا على أربعة تقييم، أربعة استفادتهم، وثلاثة الرتبة الثالثة أو الاستفادة المتوسطة هي 18.5، وهنا طبعا أقل في تقريبا اثنين قالوا استفدنا بمقدار درجتين، وهنا استفادة ضعيفة كان 4 أشخاص قالوا استفدنا استفادة ضعيفة. فتقريبا هذه هي النتائج الاستفادة من الاستبانة أو من برنامج سباق الأمم التي تم تقييمها ورصدها عن طريق الاستبانة التي وزعت في المجاميع وأرسلت عن طريق البريد الإلكتروني. أيضا كان أحد الأسئلة: هل تابعت البرنامج عبر إحدى القنوات الفضائية التي اعتمدت نشر حلقات البرنامج؟ هنالك حقيقة بعض القنوات يعني تم التواصل معها عن طريق اللجنة التنظيمية، وأخذوا عرض هذا البرنامج في شهر رمضان بأوقات متنوعة، بعضهم كان صباحا بعضهم كان مساء. فحقيقة كان هنالك بعض الإجابات، مثلا اللون الأزرق نعم، 27.3% قالوا نعم، ولا النسبة العظمى قالوا لا. هذا يعطينا مؤشر أنه الاتجاه الأعظم الآن نحو موضوع السوشيال ميديا والزوم والمنصات واليوتيوب، يعني القليل منا يشاهد القنوات الفضائية يعني. طيب، هنا طبعا بعض المقترحات والتوجهات المستقبلية للبرنامج، يعني خلال استقرائنا حقيقة وحديثنا مع المتحدثين ومع المشاركين خرجنا بهذه التوصيات والرؤى المستقبلية لهذا البرنامج. يمكن نحن نطبقها ويمكن أي مؤسسة ثانية، نحن فقط زرعنا البذور، نحن بذرنا البذرة الأولية لهذا البرنامج. ممكن أي مؤسسة أو مركز بحثي أو جامعة تأخذ وتستمر، إن لم نستمر نحن بسبب الضغوط ويعني الإمكانيات. ولكن هذه الرؤى كانت: أولا، السعي نحو الريادة. هناك توقعات بأن البرنامج سيتجه نحو الريادة بفضل الجهود المنظمة والمنسقة. يتحول البرنامج إلى حضوري
يعني يشهد تحول البرنامج ليكون بشكل حضوري مما يوسع آفاق التفاعل. أيضا من المقترحات تكرار البرنامج سنويا، يقترح أن يعقد البرنامج سنويا نظرا لوعوده الكبيرة والتأثير الإيجابي. التوسع والشراكة مع والشراكات مع جامعات دولية، الاهتمام بالتكنولوجيا والثورة العلمية، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. يظهر برنامج اهتمام بتوفير تدريبات ومؤتمرات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، التركيز على إنتاج أفكار تطبيقية، يعني تحويل الأفكار من أفكار نظرية إلى أفكار تطبيقية، كذلك تقديم دورات تدريبية مستهدفة. يعني نأخذ بعض المواضيع التي تم طرحها في البرنامج ونعمل حولها دورة تدريبية متكاملة، قد تكون لمدة 2 أو 3 أيام، في المواضيع الهامة التي تم وضعها وطرحها، والتركيز على الإنتاج المعرفي. يسعى البرنامج لأن يكون مرجعية علمية للنهضة المعاصرة مع الانفتاح على الأفكار والرؤى المقدمة، كذلك الاستمرارية والتطوير المستمر. يعبر عن التفاؤل بأن البرنامج سيستمر ويتطور ليشمل آخر الاكتشافات في مجال الفضاء والصحة والذكاء الاصطناعي. هنا طبعا بعض الأفكار والمقترحات التي تم استنباطها حقيقة من المشاركات، من الاستبانات التي وزعت لحضراتكم، كانت هنالك هذه التوجهات المستقبلية للبرنامج. أتقدم بالشكر الجزيل إلى رعاة البرنامج الذين ساهموا معنا ورعوا وأيدوا هذا البرنامج. جامعة أريد الدولية هي الآن طور الإعداد، ونحن الآن في طور اللجنة التأسيسية. منذ العام الماضي بدأت الأفكار والعمل والاتصال مع المؤسسات لإطلاق جامعة أريد الدولية، لم يعلن عنها، قد احتمال هذا العام يعلن عنها أو العام القادم 2025 يتم الإفصاح عنها، ولكن هي أيضا اللجنة التأسيسية التي تعمل الآن كانت أيضا رعاة لهذا البرنامج. منصة أريد العلمية، المحفل العلمي الدولي طبعا معروف لحضراتكم، هو عبارة عن ملتقى خاص لأعضاء منصة أريد. النسخة القادمة منه ستكون بالعراق في أربيل إن شاء الله تعالى، الحضورية والإلكترونية أونلاين، ستكون من 1 إلى 5/7 تموز هذا العام إن شاء الله تعالى. فمن يرغب بالمشاركة يمكن أن يدخل على الموقع الرسمي للمحفل و يبادر بالمشاركة. أيضا القرية العلمية هو مشروع تبنته منصة أريد القرية العلمية، هو عبارة عن ريف العلماء لموضوع الابتكار والتصنيع، و أغلب المفاهيم حقيقة التي تم وضعها في البرنامج في خطة لتفعيلها عن طريق القرية العلمية. وستكون قرى علمية في أكثر من مكان بإذن الله تعالى، وسنفصح حقيقة عن تفاصيل كاملة حولها، عن إطلاقها، مؤتمر كامل لإطلاق القرية العلمية لما تنتهي يعني إنشاء القرية. أيضا من ضمن المشاريع وقف الذكاء الاصطناعي، وقف خاص لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي من تطبيقات وأفكار ومواضيع وخبراء و مؤسسات تعنى بهذا الموضوع تدخل تحت وقف الذكاء الاصطناعي. هذا عبارة عن يعني نموذج لاستيعاب الثورة الحاصلة في الذكاء الاصطناعي، استيعاب الخبراء، استيعاب التطبيقات التي تحدث الآن، المؤتمرات والتوعية حولها. ويوجد مؤتمر كامل في المحفل العلمي الدولي هو برعاية وقف الذكاء الاصطناعي، المشاركة به مجانية بالكامل، فيمكن من يريد أن يشارك تحت هذا المؤتمر، وهو المؤتمر الذي تبناه الوقف، وقف الذكاء الاصطناعي. وأيضا تبنى الوقف أول كتاب عن الذكاء الاصطناعي، يعني سيتاح للتحميل إن شاء الله تعالى عن طريق الويب سايت، عن طريق الموقع الإلكتروني. أيضا ضمن الرعاة أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، آسا، AASA. آسا هي أريد أكاديمي فور سبيس ساينس أند أسترونومي. فهذه هي الأكاديمية أريد علوم الفضاء والفلك، وتحدثنا عن مديرها الأستاذ الدكتور عبد الله الركابي، وكذلك رئيسها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي. وكذلك حقيقة منصة اسمها منصة أبناء العلماء، يعني ستطلق إن شاء الله في القريب العاجل، في الصيف القادم ستطلق هذه المنصة. هذه المنصة لها تيم وفريق يعمل الآن على يعني الموضوع، تقدم خدمة لي أو تقدم مجموعة من المحاضرات والتوعية والتوجيه لفئة اليافعين من سنة 12 إلى 18 في مواضيع هامة حول موضوع التفكير العلمي، الباحث الصغير، التفكير الناقد، الذكاء الاصطناعي، بطريقة سهلة مبسطة محببة لفئة اليافعين. فيها موضوع التحفيز والتطوير، طبعا هم لأعضاء أعضاء لأبناء أعضاء منصة أريد العلمية.
يمكن للعضو أن يسجل أبناءه في هذه المنصة، منصة أبناء العلماء Sons of Scholars. طيب، ولدينا أيضا مشروع آخر وهو مشروع الفاتحة، لإتقان سورة الفاتحة عن طريق وإسناد ID خاص لمن يقرأ، والهدف الوصول إلى 1 مليون شخص حول العالم بالفاتحة. منصة أبصر فايزر خاصة بالمخيمات التدريبية، منصة فلس باي للدفع، منصة قادرة لرعاية الأرامل، منصة أبصر للتعليم الإلكتروني، ومنصة العلم للجميع. هذه منصة لأجل تبسيط العلوم، تبسيط المعارف، وخاصة في المجالات الحديثة والمبتكرة والجديدة. أنه قد الباحث في منصة تريد يكتب بحثا علميا، ولكن لا يفهم هذا البحث إلا المختص من الأقران في هذا المجال. أما العلم للجميع، يؤخذ هذا البحث ويعاد صياغته بطريقة أن يفهمه الجميع، مهما هو هذا البحث، ما هي تطبيقاته، ويمكن أن يعمل حوله أنيميشن، يمكن يعمل حوله موشن جرافيك، فيديو توضيحي لموضوع تبسيط وتسهيل العلوم للجميع، وكذلك ملتقى اسمه الأمة الرقمية، ديجيتال أمة، إن شاء الله سيعلن عنه بالوقت القريب العاجل. وفيه أيضا فريق يعمل ما وراء الكواليس لإطلاق هذا المؤتمر، مؤتمر الأمة الرقمية، ويستوعب المشاريع التي تحتضنها، اللي هي يعني حاضنة أريد الأعمال، في الآن مجموعة مشاريع يتم تطويرها، فيتم الإفصاح عنها وإعلان عنها في الأمة الرقمية. هذا تقريبا هم مجموعة الرعاة. الآن طبعا أختم في هذه الهدية، هي هدية مقدارها $300 لأحد متابعي حسابات المنصة، منصة أريد العلمية. ستكون عبارة عن رصيد في حساب الباحث في المنصة، يستطيع أن يستخدمه كما يريد، يهديه إلى من يريد، يمكن أن يستخدمه هو على الصعيد الشخصي في مؤتمر، في محفل من المحافل. فهو حقيقة عبارة عن هدية بمناسبة عيد الفطر، هي عبارة عن هدية مقدارها $300 لمن يتفاعل مع يعني حسابات التواصل الاجتماعي للرعاة الذين شاركوا برعاية هذا البرنامج. هي عبارة عن مبادرة جماعية من هذه المؤسسات التي رعت، طبعا ليس كلهم، وإنما بعض هذه المؤسسات هي التي اشتركت بهذه الهدية. ما على شخص إلا أن يدخل إلى صفحة السوشيال ميديا الخاصة بهذه المؤسسة ويتفاعل معها، يعني يشترك، يعمل فولو، يعمل لايك للصفحة، ويعمل فولو لليوتيوب مثلا، حتى يكون هو عضوا في صفحة التواصل الاجتماعي. فيمكن للجميع أن يشتركوا الآن، أنا سأعطي اللينك، سأعطي الرابط الآن، يمكن لمن يرغب أن يدخل على هذه اللينكات، الروابط، ويشترك بها. وشخص واحد فقط سيحصل على هذه $300 في حسابه في منصة أريد. تمام. فإذا أولا هي القرية العلمية، طبعا مشروع القرية العلمية لم يطلق بعد، ولكن صفحة السوشيال ميديا لا زالت ضعيفة، واللينكدين أيضا، في صفحة فيسبوك واللينكدين، فيمكن الدخول إلى صفحة الفيسبوك واللينكدين والاشتراك فيها. يعني جزء من هذا المبلغ هو من فريق القرية العلمية، فيمكن الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقرية العلمية والاشتراك فيها. فقط اعمل لايك يعني ما مطلوب لا سؤال ولا جواب ولا جهود معينة، فقط ادخل اشترك حتى تدخل في هذه المسابقة أو في هذه المنحة. أنا ممكن مع إذا أخوة يساعدوني، يمكن نضع روابط أولا بأول يعني حتى في الشات الخاصة بالقرية العلمية. يعني هذه مثلا بما يخص موضوع القرية العلمية، لأن يعني في النهاية في لينك حتى تقول إنك قد اشتركت في القرية العلمية. فإذا تضغطون مثلا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالقرية العلمية، لا زالت هي فيها تقريبا 100 شخص صفحة الفيسبوك. نعم، هذه صفحة الفيسبوك الخاصة بالقرية العلمية، فما عليكم إلا ضغط على لايك أو فولو من الأعلى، حتى فيها 100 الآن، 159 شخص مشترك في القرية العلمية، فقط لتكثير وزيادة عدد الأعضاء يعني الموجودة في هذه السوشيال ميديا. فادخلوا واعملوا لايك ومشاركة للقرية العلمية. أيضا صفحة اللينكد إن أعتقد لا زالت حديثة، يعني عملوها الفريق اللي وضعناها في المجموعة، لأن اللي حيشترك في النهاية في جوجل فورم حيقول إني أنا اشتركت في هذه الصفحات جميعها، فيدخل إلى هذا الموضوع. يعني طبعا احنا دائما
تعاملنا مع النخب العلمية على أساس الثقة والمصداقية. فمن يقول إني اشتركت يعني خلاص. القرية العلمية هذه طبعا فيها الآن أعتقد ما فيها بوستات حتى الصفحة، يمكن الفريق ما عمل شيء، وإنما هي فقط صفحة واحدة لللينكد إن، لمن لديه حساب لينكد إن يمكن يدخل ويشترك في القرية العلمية. فهذه المؤسسة الأولى التي اشتركت بهذه المبادرة اللي هي بهذه الهدية. المؤسسة الثانية شركة نفط الشرق، حقيقة هي من المؤسسات الداعمة لهذا البرنامج لسباق الأمم، وكان لها حقيقة دور كبير في يعني إكمال حلقات البرنامج ونشره والترويج له. هي مؤسسة في المملكة العربية السعودية تعنى بموضوع البتروكيماويات والكيماويات. فأرجو ادخلوا رجاء لمن يريد للصفحات، ويمكن أن يشترك بشركة بحسابات شركة نفط الشرق. يعني شركة نفط الشرق هي من المؤسسات اللي دعمت البرنامج. نعم، تم وضعهم في الشات لمن يريد أن يشترك. يمكن الاشتراك في صفحات هذه المنصة. أيضا المحفل العلمي الدولي، للمحفل العلمي الدولي أيضا صفحات فيسبوك ولينكدين يمكن الدخول لها. طبعا الفيسبوك وصلت تقريبا 6000 شخص مشترك، واللينكدين أعتقد حديثة وجديدة، فيمكن الاشتراك في صفحات اللينكدين. والأخيرة هو وقف الذكاء الاصطناعي، يمكن الدخول إلى الوقف. طبعا الذي سيتم إشعاره كل شيء في الوقف هو مجاني، فهو سيستفيد يعني سيستفيد من المحاضرات ومن الدورات والمؤتمرات التي تعقد. فهذه السوشيال ميديا الخاصة بالوقف، وقف الذكاء الاصطناعي، أنا أرسلته هنا. طبعا الرابط الأخير هو لتوثيق الرابط الأخير هو لتوثيق التفاعل. يعني لو تفاعلت ادخل هنا ولا ضير، حتى لو مش الأمو إلا الآن، يعني ليس شرطا أن يكون الآن، قد بسبب عائق الإنترنت أو دخول من النقال قد يعيق، ولكن يمكن تدخلون على هذا الرابط. هذا الرابط فيه كل التفاصيل، يعني فيه تفاصيل التفاعل، اسمه توثيق التفاعل. فيه يعني الأسئلة مثلا أعتقد هكذا. نعم، هنا طبعا استمارة توثيق التفاعل. لاحقا يعني كل شخص يمكن أن يدخل على هذا الرابط ويكتب اسمه وكذلك البريد، ثم ستظهر له الروابط. يعني ولنفرض أني سأكتب أي شيء فقط حتى أتأكد من next. أيوة، هنا طبعا في مثلا القرية العلمية هذا اللينك، لما تضغط على اللينك وتشترك، ولما تعمل صح تشيك بوكس انك اشتركت ثم اشتركت في لينكدين ثم نيكست وهكذا، حتى وتدخل في النهايه في المسابقه ان شاء الله. وقد ينضمون معنا بعض الرعاه الاخرين لهذه الحمله، حمله هديه $300 لحساب واحد من حسابات التواصل الاجتماعي من الذين سيشتركون في هذه الحمله. اعتذر للاطاله، واشكركم حقيقه على حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم ووجودكم بمنصة أريد العلمية، المنصة التي تجمع النخب العلمية الناطقة باللغة العربية. كل الشكر والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور على هذا العرض المفيد والرائع، بارك الله فيك. والآن الكلمة للدكتورة أميمة محمد نعمان يوسف قرافع، الفائزة بتحدي توقع موضوع الحلقة الأخيرة سباق السباقات. تفضلي دكتورة، معك 5 دقائق لإتمام كلمتك. دكتورة السلام أميمة، أنت عليكم، معنا؟ الصوت واضح؟ وعليكم السلام، واضح دكتورة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، أبرق لكم في البداية
تحية طيبة مباركة من أرض الإسراء والمعراج، ومن أكناف بيت المقدس، من فلسطين الحبيبة التي تحيا فينا ونحيا بها مرابطين ثابتين بإذن الله، راجين فضلا من الله ورضوانا ونصرا قريبا مؤزرا. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني في بداية حديثي أن أسجل شكري وتقديري العميق لهذه المنصة الرائدة الرائعة وما تقوم به من دور إبداعي يواكب التسارع العلمي والتقدم التكنولوجي في مجال العلوم المختلفة والمعرفة بأنواعها. والشكر موصول لكل من يقوم على هذه المنصة العلمية بجميع فرقها بجميع تخصصاتها، وعلى رأسهم سعادة الدكتور المبدع سيف حفظه الله. لهذه المنصة بعضويتي لأشعر بفخر واعتزاز كوني عضو وجزء من هذه المنصة. فمنذ انضمامي لها منذ أكثر من 3 سنوات وأنا أحاول ألا يفوتني المشاركة في مؤتمراتها ونشاطاتها، وأحاول أن أتتبع ما تقوم به من أعمال رائدة وإبداعية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإني أراها نهرا مباركا من العمل الدؤوب، وشعلة نور تضيء علما وأدبا وعملا وخلقا ودينا. وآخر إنجازاتي هذه المنصة كان برنامج سباق الأمم، هذا البرنامج الذي أمتعنا في شهر رمضان المبارك ونقلنا إلى علم المستقبل وإلى آخر ما أبدع العالم المتقدم من اكتشافات وإنجازات في مجال التعليم والسياحة أو الصناعة أو البحث والجامعات البحثية وغيرها من المواضيع الشيقة والماتعة والمفيدة التي تناولها هذا البرنامج الرائع. وليس هذا الإبداع في اختيار عناوين هذه الحلقات في البرنامج أو موضوعاته، ليس هذا الإبداع غريبا عن منصة كمنصة أريد الرائدة، وليس ببعيد عن فريقها الذي واصل العمل الدؤوب من أجل إنجاح جميع هذه النشاطات وإتمامها على أكمل وجه، وعلى رأسهم سعادة الدكتور سيف السويدي وكل فريق العمل الذي ساهم في إنجاز وإنجاح هذا السباق المبارك، والذي كانت آخر حلقاته سباق السباقات وخير السباقات، بل وهو السباق الحقيقي، السباق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه. فديدن المسلم أن يهب جميع حياته لله، فهو يتوجه بكل ما في كيانه وكل عمله وكل علمه وكل ما يتوصل إليه من اكتشافات أو يسعى إليه من تعلم، يتوجه بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ليحقق وظيفة الاستخلاف على وجهها المطلوب، مصداقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذلك ليس أقل من أن يسارع المسلم إلى أن يكون هدفه رضوان الله سبحانه وتعالى. فلذلك سباق السباقات، السباق الحقيقي، هو السباق إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فديدن المسلم هو المسارعة والاستعجال إلى الخير، واستثمار كل دقائق حياته في سبيل الإصلاح وعمل الخيرات وتحقيق الإنجازات. فهذا هو السباق الحقيقي الذي يحقق سعادة الإنسان المنشودة والأبدية. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن هداكم في هذا الفريق الرائع إلى هذه النهاية الموفقة
والمؤثرة، فكل السباقات تنتهي، لكن السباق إلى الله سبحانه وتعالى هو السباق الذي يحظى بنجاة، الذي ينجي صاحبه ويقوده إلى الراحة الدائمة في جنان الرحمن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي الختام أقول الحمد لله الذي وفقنا إلى الإجابة عن سؤالكم وهدانا إلى هذه الإجابة، الحمد لله، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. في الختام لا يسعني إلا أن أكرر شكري وتقديري لهذه المنصة الرائعة وكل من يقوم عليها. لا حرمنا هذا العمل ولا حرمنا هذه الإنجازات وهذه الجهود المبتكرة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، وأن يجعل الجنة هي بيتكم وقراركم ومثواكم بإذن الله تعالى. تقبل الله طاعتكم وغفر ذنوبنا وذنوبكم أجمعين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم جميعا. شكرا لك دكتورة أميمة، مبارك الحصول على الوسام، وشكرا لكلمتك القيمة. والآن ننوه للحضور الكريم بضرورة التسجيل في الرابط الموجود على الشات لغرض منح الوسام، علما أن الوسام يمنح في الصفحة الشخصية للباحث، لذلك فالشخص الجديد عليه المبادرة وإنشاء صفحة على منصة أريد. والآن يتحدث باسم المشاركين في برنامج سباق الأمم نخبة من الأساتذة والباحثين، يبدأهم الأستاذ الدكتور محمد الإمام الصالح. تفضل دكتور، الصلاحية معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر بداية القائمين على منصة أريد، خاصة بما أسعدونا في هذه المحاضرة والبشرات اليوم التي تحدث عنها الدكتور سيف، الحقيقة عن القرية العلمية وعن جامعة أريد، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن يستخدمنا نصرة هذه الأمة، وأن نكون أعضاء يعني لنا من الإسهامات في هذه المنصة إن شاء الله في الأيام القادمة، لعل الله عز وجل يستعملنا في نصرة هذه الأمة ورفع هذا الكاهل الذي هو يكنف عليها من كل جانب. فنسأل الله عز وجل أن نكون هذه اللبنة وأن نغرس هذا الغراس ليأتي من بعدنا وينظر ما بذلنا، لعل الله عز وجل يعذرنا في هذه الأيام. هذه بداية، ولكن الحقيقة أنا سأتحدث عن بعض الاقتراحات باعتباري كنت مشاركا في جميع الحلقات تقريبا في 14 حلقة التي كانت موجودة في سباق الأمم، ولكن الحقيقة ما أقوله هذا حتى يعني نجني أكبر أو يعني أكثر الثمار في كل حلقة في الأيام القادمة وفي تكرار هذه الحلقات المميزة التي صراحة يعني أذهلتني بما جمعت فيها من علوم، يعني فيها سباق من جميع الميادين، بل نقول صراعات بين أمم وبين دول وبين حكومات ومؤسسات وهيئات كثيرة جدا. فيعني غياب الأمة عن هذه السباقات الحقيقة يعني يجعلنا إن كنا فقدنا الثورة الصناعية الثالثة ولم نسلم. أبدأت فيك. الصوت واضح؟ الصوت واضح دكتور، تفضل. تفضل دكتور، الصوت واضح. الأخوة الذين تحدثوا سابقا أرجو إلغاء إمكانية فتح الصوت لهم. أستاذ عدنان، تفضل دكتور محمد. نعم. تفضل. إن شاء الله بإذن الله يكون بهذه الاقتراحات من أعضاء يعني مؤسسة منصة أريد الدولية يكون لنا إسهامات إن شاء الله في هذه الأمة في الثورة الصناعية الرابعة. ولكن الحقيقة يعني سأعرج على بعض أهم الحلقات التي فعلا أثارت انتباهي كثيرا باعتباري أكاديمي في الناحية الشرعية كأستاذ مساعد أو أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية،
واستاذ دكتور وباحث في علوم الارتفيشال انتليجنس. الحقيقه اول ما ازلني في هذه الحلقات، واحب ان اقدم هذا الاقتراح، هي في الحلقات التي كانت تتكلم عن الجامعات البحثيه، واقول وافتخر ان منصه اريد يعني تحوي تحت هذه المنصه اكثر من 117 الف عالم عربي في شتى المجالات. فأقول للقائمين على منصة أريد، إذا كان الجامعات البحثية تقدم 15% من ميزانية العام في ماليزيا باعتبار الميزانية 100 مليار، فتوفر منها البحوث البحثية التي تقدم في هذه الجامعات، تقدم في هذا الاقتصاد الماليزي 15 مليار دولار سنويا، فلماذا لا تقوم منصة أريد بال 117 لل 120 ألف عالم التي تحتويها، أن تقدم وتطلب مشاركة في هذه الدول بأن تأخذ جزءا من هذه البحوث، وتقوم منصة أريد على أن تقدم لها حلولا، وأن يوزع العلماء الموجودون في منصة أريد يوزعون على هذه البحوث حتى يقدموا حلولا لهذه الدول وهذه الجامعات وغيرها من هذه الأماكن في البقاع المختلفة. فهذا هو الاقتراح الأول، أن نستفيد من 117 ألف عالم الموجودون في منصة أريد تحت هذا العنوان والمشاركة البحثية لسببين. السبب الأول أنها ستولد أو ستخرج ما عند العلماء الأفاضل في منصة أريد، ما عندهم من علوم كي يستفيد بها الأمة. الأمر الثاني أنها ستجعل حركة دائبة علمية جوه منصة، داخل منصة أريد نفسها، حتى تولد العلوم المطلوبة، وأن نقف على حقيقة ما في أيدينا من علوم، تمهيدا للقرية العلمية التي تكلم عنها الدكتور سيف. فأتمنى أن هذا الاقتراح يأخذ حيزا من التنفيذ لكي تساهم منصة أريد في سباق الأمم في الجامعات البحثية أو في البحوث العلمية المقدمة للدول. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الحقيقة أن كل الحلقات التي يعني شاركت فيها، تقريبا شاركت في 14 حلقة، ولكن كانت المدة التي ينبغي أن يعقد فيها ورشة عمل بعد الحلقات تحتاج إلى أن يتسع وقتها، لأنه لم تكن هناك ورش عمل حقيقية أو كبيرة أو بالمعنى التطبيقي لها، حتى نستفيد منها مما عرض في كل حلقة من هذه الحلقات. وأخص بالذكر 3 حلقات، الحلقة الأولى لسمارت سيتي على سبيل المثال باعتباره عضوا في السمارت سيتي الموجودة في السعودية الآن في نيوم وفي غيرها، فكنت أود أن يكون هناك حلقة نقاشية علمية في ورشة عمل حتى نستفيد من السادة العلماء الذين عرضوا بحوثا كانت قريبة من النظرية أكثر منها من التطبيقية، حتى وإن كان في الممكن من الممكن في المستقبل أن نقوم بعمل ورشة عمل أو عمل دورة علمية مهنية نجمع فيها كل المتطلبات في هذا العلم من هذه العلوم في الأيام القادمة، لأنه أعتقد هيبقى فيه سمارت هوم وسمارت سيتي، وهيبقى هذا العلم يعني فيه صراعا شديدا كبيرا جدا. فأقترح على منصة إريد إن لم يكن يعني هناك وقتا متسعا في هذه الـ الـ في هذا القسم من العلوم، أن تقوم منصة إريد بعمل ورش عمل وعمل دورات علمية مكثفة في أيام معدودة لتقوم بترسيخ هذه العلوم داخل منصة أريد. طب والسبب والعلة في ذلك؟ حتى نجمع علينا طلبة العلم الذين يبحثون عن حقائق علمية وعن منصات علمية موثوقة، وفي نفس الوقت تعطي لهم المهارة المطلوبة، منها نرفع من مهارة هذه الأمة في البحث العلمي الذي قامت إسرائيل بعمله في فلسطين سنة 1924 قبل قيام دولة إسرائيل في 1948 بإنشاء جامعة تل أبيب، قبل أن تقوم دولة إسرائيل المزعومة على هذه البقعة من نهضة أمتنا ومن تراث أمتنا. فأنا أقول إن كان التفت اليهود إلى هذه وأثر البحوث العلمية عندما جاء الأوروبيون إلى هناك، فأحرى بنا أن نقوم بهذا الأمر ونجمع شباب أمتنا تحت منصة أريد لكي ينهلوا من هذه العلوم التطبيقية العملية الواقعية. فأعتقد أن هذا العلم يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى
يعني ترسيخ لهذه المفاهيم فيه، وأجد أننا بوجودي في السعودية وفي غيرها من الدول أن هذا العلم سيأخذ حيزا كبيرا في السمارت سيتي. فأتمنى أن هذا الاقتراح يعني يأخذ أيضا حظا من هذه. الأمر الثالث المهم الذي أحببت أن يكون موجودا باعتباري أكاديميا في العلوم الشرعية، عندما جاء هذا البارع الدكتور أسامة إسحاق في الواقع الافتراضي وتكلم عنه بأشكال مختلفة، كان يصرخ وينادي على الأئمة والفقهاء والعلماء والأصوليين لكي يبدأوا في أن يلخصوا وأن يقفوا على العلوم الشرعية التطبيقية التي تواكب العلوم الحديثة الآن، سواء إذا كان ذكاء اصطناعي أو واقع افتراضي أو غيرها أو غيرها أو غيره، حتى يكون هناك تشريعات تتوافق مع هذا قبل أن يفرض علينا، حتى نضعه في يعني السياق الشرعي الذي امرنا الله عز وجل ان نكون فيه خيرا للناس، او نقدم الخير للناس كما تحدثت الدكتوره سعاد. فاين هؤلاء الفقهاء؟ اظن انت ان تحت منصه اريد ال 117 عالم الموجودون، ينبغي ان منصه اريد تعيد النظر في يعني تقسيم العلماء تقسيما احصائيا. من هم عدد العلماء الذين يقومون على علوم الشريعة وعلوم القرآن وعلوم الحديث وما غير ذلك؟ من هم العلماء المتخصصون في العلوم التطبيقية زي علوم الهندسة والفلك وغيره وما إلى ذلك، حتى نستطيع أن في الورش القادمة أن نبعث نرسل دعوة، وهذا اقتراحي، نرسل دعوة إلى العلماء المتخصصون في كل قسم. يعني لو كان حضر لهذه الحلقة التي تتكلم عنها الدكتور أسامة إسحاق العلماء الفقهيين لكي يعرض عليهم قائمة مما تكلم عنه من هذه الاستفسارات والأسئلة، أعتقد أن كانت منصة أريد استطاعت أن تجمع يعني معجما فقهيا أصوليا في الأفتاء أو فيما يتعلق بالواقع الافتراضي القادم. وضرب أمثلة كثيرة جدا، على سبيل المثال عندما يعني يستدعي رجلا زوجته الغير موجودة، عندما تستدعي الأم طفلتها التي ماتت، عندما يستدعي الشاب وأن يدخل شكيرة على حد قوله بيته، فما الحكم في ذلك؟ عندما يكون هناك تشريعات وتفريعات كثيرة جدا داخل الواقع الافتراضي الذي هو داخل الواقع الحقيقي، فما هي التشريعات الجديدة؟ فأجمع ما أقول، نحتاج ورش عمل مكثفة الحقيقة، نحتاج إلى دورات مركزة في علوم بعينها، نحتاج إلى أن يكون هناك إرسال دعوة للمتخصصين في كل قسم قبل أن نقوم بسباق الأمم القادم إن شاء الله، حتى أننا نرسل لهم الرسالة ونستقبل منهم ما عندهم. الأمر الرابع المهم أنه يجب إعادة يعني إحصاء العلماء تحت منصة أريد، حتى نرسل لهم الدعوات الخاصة لكي نجمعهم ليتحدثوا سويا ويتكلموا سويا تحت هذه الأطر، حتى نخرج لأمتنا غرسا طيبا مباركا يحفل به الأجيال القادمة تحت شعار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة هذا الدين وهذه الأمة، وأنا تحت أمر منصة أريد فيما حباني الله عز وجل به من علوم، كي نرفع به يعني نجم أمتنا الذي يعني جرح وتألم من يقف تحت هذا اللواء كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور، اقتراحات ومعلومات قيمة بارك الله فيك. والكلمة الآن للأستاذ الدكتور خالد عبد القادر منصور التومي، تفضل دكتور، الصلاحية معك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحضور الكرام والسادة الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأيضا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. حقيقة أنا منتسب إلى هذه المنصة من حوالي 5 أعوام، وقد شاركت في هذه المنصة في عديد من لجانها الفرعية، سواء في مثلا اللجنة الاستشارية الموحدة، وكذلك بعد ذلك في كمستشار في بيت الخبرة لهذه المنصة الموقرة،
حقيقة أنا أشهد أمام الله ثم أمام حضراتكم بأن هذه المنصة منذ نشأتها ما فتئت أن تطرق أبواب العلم والمعارف نقلا وسردا وإيضاحا وتأسيسا، وهذا ليس بالغريب على من هم في مثل مقامكم الرفيع، وعلى وكذلك الدكتور سيف السويدي. حقيقة هذه الشخصية العلمية الفريدة الذي ما فتئ أن يعمل بجد واجتهاد في إظهار هذه المنصة على السطح لتضم تحت مظلتها العديد من العلماء والباحثين والدارسين في المجتمعات العربية بمختلف أقطارها وتوجهاتها العلمية. حقيقة بما أن العلم بحر واسع، كلما شربت منه شعرت بالظمأ. حقيقة ما تفضلت به في مطلع هذه الجلسة الختامية في برنامج سباق الأمم البهيج الفاضلة النيرة الأستاذة سعاد، حقيقة أجادت في السرد والإيضاح وما ارتكزت فيه على الإسناد الصحيح في كتاب الله العزيز من آيات عظام، إلا أنني أرجو منها أن تأذن لي أن أرتكز فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف، أن قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم، حقيقة أيها الأفاضل، نحن حين بدأنا في هذا السباق بأول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، بدأناه بالعلم حقيقة، وإنما ما نرجوه بغية ومفازة بهذا العلم هو الجنة. نعم، نحن نسلك طريق العلم حتى يسهل الله لنا طريقا إلى الجنة. وما أردف نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قائلا: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا مثال عميق ورؤية جليلة من نبينا العظيم عليه صلوات الله وسلامه في حثه على طلب العلم وتلاقح المعارف بين مختلف العلوم. وهذا ما أراه أن حققته منصة أريد الموقرة برفع المعارف في مكانها السديد، وإتاحة الفرص لعديد المناهج مع مختلف أقطاب العلوم لنقل هذه المعارف وتلاقحها فيما بيننا وبعضنا البعض. إذ أن غاية العلم الخير، وما خير في العلم إلا نقله، لأنه لكل رزق يرزق به الله سبحانه وتعالى عبد من عباده ويأذن الله به فيه، هنا وجبت عليه الزكاة، وزكاة العلم نقله. وهذا ما تفعله حقيقة منصة أريد. وأن علم بلا فعل كسفينة بلا ملامح، ولذلك تفعل منصة أريد أن تنقل المعارف والعلوم وتتلاقح بين منصاتها في كل أقطارنا العربية. وليس خير من دليل ما نحن فيه اليوم، نحن مجتمعون في هذا الحفل الختامي البهيج من مختلف الأقطار ومن مختلف الدول ومن مختلف أبواب العلوم ومناهجه العميقة، هنا لنضع ملامح لسفينتنا، سفينة العلم، تحت مظلة هذه المنصة الموقرة، لأنه يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من عباده السعداء في هذا الشهر الكريم، أن جعلنا بين الطاعات في صيام شهره والقيام به طاعة لله سبحانه وحده، وكذلك أن سعدنا بأن صرفنا وقتنا في العلم ولم نصرفه في أي مقام من المقامات الأخرى التي نبرأ من الله أن يجدنا فيها، والحمد لله على ذلك. لذلك نوصي
أبنائنا من الطلبة والتلاميذ وطالبي العلم بمختلف درجاتهم أن التعلم ليس أن يكون فقط أن تأخذه وتركنه جانبا، وإنما العلم أن ترفع من قدراتك شيئا فشيء بتلاقح العلوم والمعارف. حقيقة أسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في هذه الجلسات التي أخذت منا حوالي 14 جلسة. بكل أمانة أنا عن نفسي قد استفدت منها عظيم الاستفادة، لست بمتخصص في كل ما وجد أو ما أعطى في هذه الـ 14 جلسة، وإنما اكتسبت منها مهارات واستفادات. حقيقة إن لمثل هذه العلوم من تطورات ومعارف عظيم الاستفادة، وهذا ما وجدته ولمسته حقيقة في برنامج سباق الأمم. وكنت في أحد التوصيات التي أوردتها أن يعاد هذا البرنامج ويعتمد أن يكون سنويا، بمعنى أنه يعد لبنة للتقدم العلمي والتكنولوجي في آن واحد، أي أن هذا التقدم يعد أحد العوامل التي من شأنها أن تتيح لنا مراحل التطور المجتمع الإنساني الذي في حقيقتها نرجو منها أن تخدم تقدم شعوبنا العربية. وذلك يتضح فيما يحاكي التطورات العلمية والتكنولوجية لكونها تتيح باستمرار فرصا متزايدة لتحسين أحوال معيشة الشعوب والأمم. وهذا ما نلاحظه في الحاجة الملحة إلى الاستفادة الكلية من التطورات العلمية والتكنولوجيا فقط من أجل رفاهية الإنسان، ومن شأنها أن تبطل مفعول الآثار الضارة المترتبة حاليا أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل على بعض المنجزات العلمية والتكنولوجية، لأنه مواكبة التطورات وكذلك مواكبة التكنولوجيا هذه ليست بالغريب أو الحديثة علينا كأمة إسلامية، جعلها الله أن كانت خير أمة أخرجت للناس. نحن هذا وجدناه في تاريخ أمتنا الإسلامية كحضارة إسلامية منذ البدء، وحتى وإن وجدنا في كتاب الله العزيز وكذلك في الأحاديث النبوية الشريفة أن الحث عن العلم شيء حثيث، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامات العلم وأهله. لذلك نحن بصدد هذا الأمر نجعل من التكنولوجيا والتطورات العلمية نستنتج ونستخرج منها استفادات راقية لمجتمعاتنا ولأبنائنا ولمستقبل أممنا. الله سبحانه وتعالى أولانا بذلك غاية العناية وغاية الاستفادة، والحمد لله رب العالمين على ذلك. تعال وهنا آتي بهذا البيت إذ يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كما هو جاهل. وهنا يبين لنا هذا البيت الفرق بين العلم والجهل، لأن بالعلم هو نور تفتح به المدارك والأبواب أمام طالبيه، أما الجهل فهو ظلم على الإنسان نفسه، والله سبحانه وتعالى أولاه في عديد الآيات في كتابه العزيز. الحمد لله على ذلك، وجزاكم الله عنا جميل الجزاء، وبارك الله في جهود كل من قاموا وقدموا وأخذوا من وقتهم الثمين أن آتونا بهذه المعارف والعلوم خلال هذه 14 جلسة. حقيقة جزاكم الله عنا كل خير، ولا يسعنا أن نقدم لحضراتكم إلا الدعاء، إلا الدعاء، إلا الدعاء لكم أن يجازيكم الله خير الجزاء عما قدمتموه وعما ستقدموه مستقبلا. وأوحدت هنا جميع الإخوة الحاضرين هذه الجلسة أن يشاركوا ويتابعوا في مجالس هذه المنصة، إذ ليس لها
ولا بغية من وراء ما تقوم به إلا العلم وخدمة العلم ذاته وأهله الكرام أمثال حضراتكم بمقامكم الرفيع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم دائما جالسين على منابر العلم، تلاميذ وأساتذة، نتعلم من بعضنا البعض ونقوم بالتشاور فيما بيننا بعضنا البعض لما ينفع العباد وسائر البلاد، والحمد لله على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، عدد ما وصح علم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم، وسدد الله خطاكم، وجمعنا الله وإياكم على خير وإحسان، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا، أمسيتكم طيبة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في كل خير يرضيه ويجعلنا في مقام يرضاه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك وزادك علما وجزاك الله عنا كل خير. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور علاء هاشم يونس الطائي. يرجى الالتزام ب3 دقائق من الوقت لطفا، لأن الوقت شارف على الانتهاء. تفضل دكتور علاء، الصلاحية معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعليكم الرحمن السلام الرحيم. ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، أسعد الله أوقاتكم وتقبل صيامكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. لما كان شكر العباد هو من تمام شكر رب العباد، ولأن لكل نجاح عرفان وامتنان، وتقديرا للجهود التي بذلت من أجل إنجاح تنظيم برنامج سباق الأمم، فإنني أتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير لكل الذين اجتهدوا وأخلصوا العمل من أجل تحقيق هذا النجاح، بداية من الدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد، الذي سهر شخصيا وبكل عناية وحرص على إنجاح البرنامج وتوفير الظروف المناسبة لإجرائه في أحسن الظروف. والشكر موصول لكافة الأخوة القائمين على البرنامج في اللجنة التنظيمية فريق منصة أريد. حقيقة جميع المحاضرات التي ألقيت في هذا السباق المبارك، والتي كانت بعناوين ومسميات مختلفة، والتي تشرفت أنا شخصيا بحضورها، أذكر منها الزراعة الذكية، المدن الذكية، الجامعات البحثية، الواقع الافتراضي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الذكية، والإعجاز القرآني، والبايوتكنولوجيا، وتكنولوجيا النانو، والتعليم عن بعد، والأمن السيبراني. هذه المحاضرات كلها لفتت انتباهي وكانت في مستوى رائع. جابهت التحديات والأنشطة اليومية التي تملأ العالم في وقتنا الحاضر. استفدنا كثيرا منها، قضينا أوقاتا ممتعة. أشكر جميع الأخوة المحاضرين وأبارك لهم جهودهم السخية في خدمة العلم والمعرفة. شكر خاص لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا البرنامج المتميز وهذا التنظيم الرائع، ومن نسينا ذكره ملتمسين منه العذر. أتمنى الاستمرار في هكذا طروحات علمية والتي تعم بالفائدة علينا جميعا. وأتمنى لكوني زراعيا أقترح التوسع في الأمور الزراعية وما وصلت إليه الزراعة من تقنيات وتطورات ضمن مجالات التقنيات الحديثة كالزراعة النسيجية والنباتية تعتني بها الزراعة. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أخيرا أقول لكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل، بل أن كلمة شكرا لا تكفي. لذا أسأل الله تعالى أن يزيدكم بقدره وكرمه مكانة ورفعة وإخلاصا وتوفيقا، وأن يثيبكم جميعا بجزيل منه وعطائه، ويبارك لكم ويرزقكم سعادة الدارين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور، بارك الله فيك. والآن المشاركة للدكتورة انتصار عبد السلام خالد كرمان. أتمنى دكتورة الالتزام بالوقت 3 دقائق. تفضلي، بارك الله فيك، معك الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تسمعونني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. واضح الصوت شكرا دكتورة، عزيزتي، تفضلي. شكرا عزيزتي. في هذا الشهر الكريم والعظيم، عادة نلاحظ أن الناس يتفرغون للعبادة فيه، ولكن مفهوم العبادة عندهم عادة أو الكثير من الناس أنها عبادة جسدية. أما من يدرك كنه العبادة ومفهومها وجوهرها وغايتها، يعرف أن العلم وبذله هو أحد أنواع العبادات، بل وأرقاها وأعلاها شأنا، حيث لا يقتصر نفعها على المرء ذاته فقط، بل يمتد أيضا للآخرين فيشملهم الخير ويرتقي المجتمع، تنهض الأمة. هذا ما قامت به منصة أريد وتقوم به دوما كعادتها. تخصنا اليوم كمجتمعات علمية بمبادرة عظيمة في هذا الشهر الكريم. هذه المبادرة تليق بهذا الشهر العظيم وتليق بمنصة أريد العظيمة. اسم هذه المبادرة سباق الأمم. طبعا هذا الحدث العظيم والهائل الذي والاستثنائي المبارك الذي تقدمت فيه كان يتميز بأنه جمع مجموعة عظيمة من العلماء والخبراء الذين يملكون الحس العلمي لنهضة الشعوب وتنميتها بالتلاقح المعرفي المتبادل وإثراء العلم المعرفي، ولكن أيضا كان لديهم الأمل والحماس والنية العاربة اللي استلهموها من منصة أريد ومن شعورهم ولا شعورهم العلمي والوجداني بالقاد في أنهم ينهضوا بالشعوب ويقوموا بالتنمية الشاملة والمستدامة. طبعا في رحلتنا عبر سباق الأمم، أنا حضرتها كاملة والحمد لله بتوفيق الله عز وجل، لاحظت أن أخذتنا منصة أريد ونحن طبعا كما ترون في ذروة مرحلة من مراحل العصر اللي تجاوزت الحدود والمسافات الجغرافية، فهي أخذتنا إلى قلب هذا العالم. أجمل ما في أريد أنها أخذتنا إلى هذا العالم الذي لا توجد فيه حدود ولا مسافات جغرافية ولا ثقافية ولا دينية ولا سياسية ولا غيرها. عبر هذه الكفاءات المعطاءة العظيمة من ذوي التخصصات الثقافات المختلفة وإرادتهم العلمية الكبيرة والمهنية المتنوعة، وكذلك عبر اللي هي المجموعة أو نقول الفريق التنظيمي الرائع الذي أدار هذا الملتقى. ودائما أقول وسأظل أقولها أن ما أكثر المنصات، ما أكثر المؤتمرات، ما أكثر الملتقيات، ما أكثر البرامج، ولكن ما يميز منصة أريد ومؤتمراتها وملتقياتها حقيقة وبرامجها أنها منصة ذات رسالة ورسالة في قلب منصة. تميزت مبادرة سباق الأمم ب3 أمور إذا توفرت في أي يعني عمل سيحقق البعدين اللي قلت عليهم، البعد العلمي وأيضا البعد التنموي. الثلاثة الأمور في سباق الأمم والذي لاحظته، أولا على المستوى العلمي والمعرفي، هناك في علم النفس ما يسمى الجشتالت، نظرية الجشتالت. الجشتالت تقول لو جمعت أشياء لن يك... آه قد ينشأ شيء من مجموع دي الأشياء، لكن مثلا أدوات مطبخ، أدوات جامعة، اجمعها ستكون لك مجموعة أدوات مطبخ أو مجموعة أدوات طالب أو جامعة. لكن في سباق الأمم حصل ما يسمى في الجشتالت الكل أكبر من مجموع الأجزاء، يعني هم كل محاضر أعطى لنا معلومة. عندما خرجنا في نهاية هذا السباق الأمم لم تكن معلوماتنا هي معلومة كل محاضر، بل معلومة متفاعلة متمازجة متلاحقة أكبر من مجموع الأجزاء. لأضع مثالا على ذلك، مثلا الماء لو جينا جمعناه تقريبا هم الأكسجين والهيدروجين، تعالوا خذوا خصائص الأكسجين شيء مختلف، خصائص الهيدروجين شيء مختلف، لكن مجموعهم خلق ماء بمكونات بشكل بوظيفة مختلفة تماما عنهم الاثنين. فخرجنا بما يسمى إنتاج المعرفة، فأنتجوا بسبب محاضراتهم أفكار جديدة وإبداعية ومعلومات مختلفة عن مجموع ما جاؤوا به. فهم سباق الأمم وفر لنا أو أوصلنا إلى ما يسمى إنتاج المعرفة لا مجرد نقلها. ثانيا على مستوى مجتمعي عالمي، لاحظوا من كافة الشعوب من كافة الدول، فبالتالي هذا شكل ما يسمى وحدة عالمية. الوحدة العالمية تجاوزنا من خلال منصة أريد وسباق الأمم، ومن خلال ما وضعت من محاضرات بكل حب وتآلف وتفاهم وتعاون ومشاركة متبادلة علمية وثقافية.
تجاوزنا تلك الحدود السياسية والانقسامات السياسية الموجودة في أوطاننا جميعا، على مستوى محلي، على مستوى عربي، على مستوى إقليمي، على مستوى دولي، وكذلك تجاوزنا كل قيود وسلاسل التحيزات والتعصبات. ثالث شيء وثالث ركيزة مهمة في أي نهضة علمية أو بناء تنمية مستدامة، أن سباق الأمم تناول المستقبل المستدام. هو لم يكن سباق الأمم سباق يتعلق بالسرعة، ليس المقصود فيه السرعة، وإنما سباق يتعلق بالفكر والعيش والقفز إلى المستقبل. فقفزت بنا حقيقة، يعني مش معلومات، شعرنا أننا قفزنا إلى المستقبل، رأينا المستقبل رأيا عيانا عبر محاضرات سباق الأمم بخيره وشره. ذكروا لنا المستقبل بآماله وتطلعاته وجماله، وعشنا أجمل مستقبل عبر الموضوعات في 13 محاضرة التي ذكروها، وأيضا نبهونا إلى مخاوف هذا المستقبل والوجه الآخر المظلم منه. ليش؟ في الأخير عندما نعرف الشيء الجميل ونعرف الشيء المرعب في هذا المستقبل، سيأتي المستقبل هذا ونحن أقوياء، قادرين على الصمود، قادرين على التحدي، قادرين على البقاء في هذا المستقبل، سعداء، أصحاء، أقوياء، منتصرون. سأذكر فقط على عجالة المحاضرات وكيف استفدنا بشكل سريع ومختصر منها، وكيف نقلتنا إلى هذا المستقبل وعشنا فيه. أولا، من خلال الزراعة الذكية رأينا كيف تعانق التكنولوجيا، عانقت التكنولوجيا التربة وأشعة الشمس والبذور، وأنتجت أمرا ليس مجرد أرقام وخوارزميات. فهمتنا منصة أريد وسباق الأمم أن الموضوع مش أرقام ولا خوارزميات، بل هو أمر يتعلق بتغذية البشرية في هذا العالم الذي أصبح الآن يعج بالقلق حول مشكلات ومعضلات وموبقات الأمن الغذائي. طيب، محاضرة المدن الذكية رأينا ولمسنا كيف تنبض البيانات والأرقام وتتراقص في مساحات مدن الغد والمستقبل مرسومة كلوحة إبداعية. في هذه المدن رأينا الطرق والمنشآت التي تبعث السعادة والتوافق مع متطلبات واحتياجات المستخدم. ما فائدة أن تبني مدينة هي لا تتلائم مع احتياجات الناس اللي عايشين فيها؟ فوجدنا هذه المدن تحقق الرفاهية والسعادة والإنتاجية. رأينا في محاضرة الأمن السيبراني أو زودتنا منصة أريد وسباق الأمم، زودونا بصنوف وأنواع المحاربين الرقميين السبرانيين الذين يتجاوزوا حدودنا، وعرفونا بطرقهم بأساليبهم الإلكترونية في اختراق عوالمنا الإلكترونية وتأثيراتها المختلفة على مختلف حيواتنا وأنظمتنا. زودونا هؤلاء الحراس الأقوياء علماء منصة أريد وخبرائها في سباق الأمم بالعلم، بالمعرفة، بأساليب واستراتيجيات كيف نحمي أنفسنا عبر تقنيات الأمن السبراني واليقظة المعرفية والذهنية، نكون فاهمين. فبنوا لنا قلاعا إلكترونية تحصننا من كل تلاعب واختراع واحتيال. في محاضرة التعليم عن بعد عرفتنا منصة أريد وسباق الأمم على أجمل العوالم والبيئات التعليمية المشبعة بالتفاعلية والتشاركية والإبداع والمرونة والتكيف من قبل المعلم والمتعلم وكافة أعضاء المنظومة التعليمية، والسعادة والمرح لتبث هذه البيئة في المؤسسات التعليمية والأكاديمية الروح التي ذبلت. كلنا نعرف وضع التعليم في الدول العربية بشكل عام، فبثوا فيها هذه الروح التي ذبلت وعادوا إليها الحياة لتنبض بالعلم، بالمعرفة، بالفهم العميق، بالتطبيق، بالممارسة، وبالشغف والطاقة والحماس اللي تمثل أعمدة النهوض بالمجتمعات والأمم وتحقيق تنمية شاملة. بالنسبة لمحاضرة تقنية النانو تكنولوجي، الحقيقة رأينا ما لم نره من قبل، ولا نعرف كيف، يعني كيف تحملنا مقدار هذه الصدمة العلمية المعرفة التي قدمتها لنا منصة أريد الرائعة. رأينا عجائب النانو، رأينا أسراره، رأينا الذرات وعلمها العظيم وتطبيقاتها في كافة تفاصيل حياتنا، بحيث أصبحت هذه الذرات تنير حياتنا بكل دقة وتخصيص وكفاءة في مجالات التشخيص والعلاج والأدوية وحتى الجمال والفضاء والحفاظ على البيئة المستدامة. في محاضرة اقتصاد الفضاء، تخيلوا أن منصة أريد العظيمة، صاحبة الرسالة العظيمة، لن يقوم بهذا العمل الجبار أي إنسان، وأي حد يفتح منصة لن يقوم به إلا صاحب رسالة، وأنا مؤمنة بهذا الشيء. تحدثت عن الفضاء من بعدين، الفضاء كونه جانب علمي والفضاء كونه سياحة. يا جماعة، حتى السياحة دخلت فيها منصة أريد وسباق الأمم. كيف ممكن، كيف سيأتي مستقبل جميل يتحقق فيه حلم كل طفل فينا؟ يوما أشار إلى السماء
فلمسنا هذا السماء في منصة أولد بأيدينا، وشفناه بأصابع يعني بعيوننا، ولمسناه بأصابعنا، ودخلنا في رحلة سياسية جاذبة حققت الأحلام السماوية وجعلته واقعا ملموسا، وأيضا شرحوا لنا الفضاء وتقنياته وعلمه، بحيث تحول هذا الغبار الكوني إلى غبار محمل بالعلم والمعرفة والمحصلة للجميع، بعد أن كان علم الفضاء فقط في متناول رواد الفضاء وعلماء الفضاء، أصبح الآن في متناول العلماء والناس والعامة، بحيث يفهموه ويتعلموا ويستفيدوا منه. في محاضرة الصحة الرقمية أطلق يعني أطل شعار ما يسمى الصحة للجميع. كم من رسم عن الصحة للجميع، كم من رسم عن منظمات الصحة العالمية والمنظمات الدولية، دائما كل سنة ترفع شعار ويوم عالمي للصحة ويوم إلى آخره، لكن من هذا الذي استطاع أن يوضح آسفة لنا دكتورة جدا؟ انتصار للمقاطعة، لكن الوقت بدأ يدركنا، لو سمحتي أوكي، يرجى إذا أنا الإجابة. أختصرها في أن الصحة الرقمية أصبحت بأدواتها الافتراضية والتكنولوجيا في متناول الجميع، بعيدا عن الأخطاء الإنسانية وبأعلى درجة من السرعة والكفاءة. وفي محاضرة التكنولوجيا الحيوية رأينا بكل كل دهشة كيف أصبح تشكل الوجود بشكل آخر لأغراض صناعية وزراعية، ورأينا المواد الذكية كيف يمكن المواد أن تفكر وتتكيف وتتطور، والطباعة ثلاثية الأبعاد التي استطعنا من خلالها يستطاع الإنسان أن يطبع أعضاءه وعمارته وبيوته والرعاية الصحية والأجهزة الطبية. وفي الواقع الافتراضي أيضا أصبح الإنسان يذهب إلى عالم جميل يرأف بالإنسان ويفتح له أبواب غلقت في أمامه. وآخر محاضرة كانت عن الجامعات البحثية، قبضنا بعقولنا بفضل منصة أريد على ذلك القلب النابض لتقدم الشعوب والأمم، وهو الجامعات البحثية. وفي الأخير هذا هو سباق الأمم، اسما على مسمى ومعنى ومغزى وفعلا وقولا ورسالة وغاية وتنفيذا وتطبيقا، هو مولود وشبل من أشبال منصة أريد العلمية، حيث تتقد عقول العلماء والباحثين والخبراء في كل أنحاء العالم، وتتواصل وتتعاون تحقيق رسالة العلم والابتكار والتنمية المستدامة والقفز نحو المستقبل بكل سرعة وقوة وحماية وأمان وفاعلية وكفاءة وتحاب وتعاون وتكافل واستدامة. شكرا منصة أريد، شكرا سباق الأمم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتورة انتصار، بارك الله فيك. الآن الكلمة للدكتور سعيد سالم محاد كشوب، تفضل دكتور معك الصلاحية. دكتور سعيد أنت معنا؟ دكتور سعيد، يظهر أن الدكتور سعيد ليس متواجد معنا الآن. الآن ننتقل لفقرة توصيات برنامج سباق الأمم، يقدمها الأستاذ المهندس الدكتور عبد الله كامل أحمد الركابي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور، تفضل. دكتور صوت واضح إن شاء الله. الصوت واضح، تفضل دكتور. الله يبارك فيك ويحفظكم. دقائق. بس عندي خلل. لحظات إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، حقيقة يعني أتقدم بداية بالشكر الجزيل إلى الدكتور سيف السويدي وإلى مجلس إدارة منصة أريد وجميع الأخوة العاملين في منصة أريد، نور، الأستاذ عدنان، جميع الأخوة اللي تواصلنا معهم خلال الفترة الفائتة في الندوات وفي المحاضرات. حقيقة يعني كانوا الأخوة جميعا اللي شاركوا اليوم في الحفل الختامي في منصة أريد حقيقة أغنوا وأجادوا حقيقة، وهذا كله إن شاء الله في ميزان حسنات الدكتور سيف ومن معه
من الأخوة جميعا بأن جعلوا لنا منصة نلتقي فيها في الواقع الافتراضي مع تباعد بلداننا ومع مشقة وصعوبة اللقاء. إن أردنا أن نلتقي بهكذا محافل علمية ممكن أن تنهض بالأمة وتعطيها دورها الحضاري كما كانت. حقيقة الأمر أنا لا أريد أن أطيل، فقرتي هي فقط قراءة التوصيات، أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه العدول الميامين. سادتي الأكارم، بداية أحب أن أرفع أو أقدم مختصر أنه كنا في سباق الأمم. أرانا دكتور سيف السويدي ومن معه وشاركنا في أن نري أنفسنا ونري العالم كيف أن الأمم تتسابق بالعلم، لأنها علمت يقينا أن الأمم لا ترتقي ولا تأخذ واقعها الحضاري إلا بالعلم. لذا لقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله وبين مكانتهم ورفع منزلتهم، فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال له سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما وما ذلك إلا لما للعلم من أثر في حياة البشر، فأهل العلم هم الأحياء وسائر الناس أموات، وإن طلب العلم خير ما ضيعت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات، فالناس إما عالم أو متعلم. قال الشاعر: فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. لذا فقد كانت أمة العرب بعد الرسالة المحمدية الهاشمية أمة علم وتقدم، بلغ بريقها مشارق الأرض ومغاربها. لذا سادتي الأكارم، فإن منصة أريد العلمية الرائعة هي التي طورت هذا الأمر وبلغت بنا هذا المأخذ. وحاول دكتور سيف ومن معه أن يردونا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من العلوم والرقي. فشكرا جزيلا دكتور سيف، شكرا لمن معك، وسأبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بقراءة التوصيات الختامية لسباق الأمم. أولا تعزيز الأبحاث والتدريب، ومن خلاله هو التشجيع على البحث العلمي في جميع المجالات مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي. كذلك تهيئة برامج تدريبية للكوادر التعليمية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ودعم التعليم الإلكتروني وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كذلك تعميم ونشر برنامج سباق الأمم أو ما يماثله، والتوسع في الإعلان عن البرامج الأكاديمية ونشر ثقافة حماية البيانات وأمن المعلومات. كذلك جعل المعلومات العلمية حول البرنامج متضمنة الندوات والحلقات العلمية متاحة على منصة أريد. ثانيا التعاون والشراكة، من خلالها تشجيع التعاون بين الجامعات والصناعة وإقامة شراكات مع جامعات ومنظمات دولية. حقيقة الأمر هذه النقطة مهمة جدا، لأنه البحث العلمي وما يدور في المؤسسات البحثية العلمية إن لم يستفد منه في جانب تطوير الأمة والبلدان فسيبقى مركونا على الرف ولن يكون له فائدة عملية. كذلك إقامة منتدى للباحثين العرب في مجال النانو تكنولوجي وتبادل التجارب الناجحة في مجالات كالمدن الذكية والزراعة الذكية. ثالثا تحسين الأمن السيبراني والرقمي، من خلال تعزيز التوعية بأهمية الأمن السيبراني وتطوير تقنيات كشف الهجمات والالتزام بالضوابط الشرعية في تفعيل تطبيقات الصحة الرقمية واحترام خصوصية المرضى. كذلك في جانب الاستدامة والتطبيق العملي، التأكيد على أهمية اعتماد نهج الزراعة الذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وكذلك التأكيد على الطباعة ثلاثية الأبعاد كمكسب للبيئة والصناعة المستدامة.
والعمل على ابتكار مؤشرات للمدن الذكية المستدامة. الفقرة الأخرى هو توسيع الإطار المعرفي من خلال الاهتمام بالعلوم الإنسانية وتعميم البرنامج على غير الناطقين باللغة العربية، والاستفادة من التجارب الدولية في تأسيس جامعات بحثية تساعد على التطور والنهوض، وكذلك رفض مجلات أريد العلمية بالبحوث العلمية في المواضيع التي طرحت في برنامج سباق الأمم وتعطى الأولوية في النشر لها. وختاما، فإن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي وتحسين التعاون الدولي والمحلي والتأكيد على الاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا. سادتي الأكارم، هذه نهاية التوصيات. أسأل الله لي ولكم أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يبارك لكم فيما بقي من السويعات من رمضان، وأن يبارك لكم عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور، بارك الله فيك. الآن ندعو الحضور لأخذ صورة جماعية، فيرجى لمن يرغب بذلك الاستعداد بفتح الكاميرا، بارك الله فيكم. شكرا أستاذة نورة. أستاذ عدنان، لطفا أعمل على إيقاف مشاركة الشاشة حتى تظهر صور المتحدثين. نعم، يمكن الآن لجنة تنظيمية يعني تلتقط الصور لأجل صدى مجلة صدى أريد لعمل تقرير حول البرنامج. برنامج صدى أريد بإذن الله تعالى سيكون هناك تقرير موسع لجميع المشاركات والحلقات والحضور، ويمكن أستاذ عدنان تلتقط مع الأستاذ أخ أستاذ عبد البردان أيضا، تلتقطون بعض الصور لأجل التوثيق. نعم، ما شاء الله، نسأل الله يتقبل منكم وينفع فيكم، ونشكركم حقيقة على هذا الحضور الطيب والتفاعل المحمود في البرنامج وفي الحلقات وفي المشاركات وفي حفلي الافتتاح والختام وباقي سويعات يعني اختتام شهر رمضان لنهاية شهر رمضان. نسأل الله يتقبل صالح الأعمال من الجميع إن شاء الله. أستاذ عدنان تلتقط الصور صح؟ نعم دكتور، نعم. لما تنتهي أعلمنا حتى ننتقل للفقرة التي تليها. نعم طبعا، ما شاء الله، في وصل عدد المشاركات في الرابط الذي خاص بموضوع التفاعل أكثر من 100 شخص شارك، ويمكن يعني دعوة من يرغب بالمشاركة لاحقا في هذه المبادرة وهذه الهدية. فبعد نهاية البرنامج عندنا وقت يعني لمن يريد أن يدخل ويدعو من يريد من الأصدقاء الأقارب الباحثين يتفاعل مع هذه المواقع لدعم الرعاة، حقيقة دعم منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالرعاة، وقد ينضم يعني جهات أخرى تنضم معنا في هذه الحملة. نعم دكتور، تفضل، الله يحفظك يا رب. نعم، تفضل أستاذ نورة. شكرا لك دكتور. الآن نأتي لفقرة شرح كيفية التسجيل في المنصة وكافة التفاصيل المتعلقة بمنح الشهادة. سيكون معنا الأستاذ عدنان قلعجي بشرحه الواضح والمميز دائما. تفضل أستاذ عدنان، معكم الصلاحية. شكرا شكرا أستاذ نورة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وتقبل الله الطاعات، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازيكم بأفضل ما يكون الجزاء، ونفع الله بعلمكم، ونشكر جميع المشاهدين الحضور والأساتذة معنا المشاركين.
نعم أحبتنا الكرام، سوف نقوم بوضع رابط الشهادة والحضور وأيضا جميع الروابط التي تم ذكرها في الحفل، سنضعه إن شاء الله في الشات. نعم أحبتنا الكرام، سوف نقوم معكم بمشاركة الشاشة. أحبتنا الكرام، عند الدخول على محرك البحث جوجل ونكتب منصة أريد العلمية فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. لو تعمل مشاركة للشاشة أستاذ عدنان، لا توجد شاشة الآن. ها نعم أيوة نعم، الآن في مشاركة، عفوا تمام، تفضل. الله يكرمك ويزيد فضلك يا رب. نعم أحبتنا الكرام، لمن كان عضوا في منصة أريد العلمية فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول فيطلب الأمر الإيميل وكلمة المرور ومن ثم يدخل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية. أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد فينتقل مباشرة بعدها إلى الصفحة التي يتطلب الأمر فيها بعض الأمور البسيطة كالاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وتأكيده وكلمة المرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها ومن ثم الضغط على التسجيل. وأيضا كما نوضح في كل مرة يوجد في أعلى الزاوية اليمنى شرح مبسط لعملية التسجيل. عند الضغط على التسجيل نصبح أعضاء رسميين في المنصة. بعدها ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط فنجد في منتصف الشاشة برنامج سباق الأمم. نعم أحبتنا الكرام، في وسط الشاشة مباشرة نقوم بالضغط على الرابط فيتحول مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لسباق الأمم. نعم أحبتنا، وتجدون أيضا جميع الأقسام وأيضا الندوات التي نحن الآن بصددها وترون أنها بث مباشر. نعم نختار بعدها من أعلى الزاوية أو أعلى الصفحة الجلسات. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على الجلسات فننتقل مباشرة إلى جميع الندوات التي قدمت وهذه هي الختام، ونسأل الله أن يكون ختامها مسك، فنختار منها الرقم 15 أو الجلسة 15. ننزل بعدها إلى الأسفل فنجد الحفل الختامي لبرنامج سباق الأمم، نقوم بالضغط عليه فنتحول مباشرة إلى الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم مباشرة بالضغط عليه فنتحول إلى الشهادة. يأخذ الأمر بعض الثواني ومن ثم نقوم بتحميل الشهادة. طبعا يتطلب الأمر عند الضغط على المشاركة للشهادة أو تحميل الشهادة كود بسيط، أرجو منكم تسجيل هذا الكود، الرقم هو 90 ومن ثم 90 ومن ثم 90. نعم أحبتنا الكرام، يرجى تسجيل هذا الكود 90 ثم 90 ثم 90. نضغط بعدها تحميل الشهادة فننتقل مباشرة ويتحمل عندنا الشهادة بهذا الشكل. تجدون فيها اسم الباحث أو الذي أخذ الشهادة وأيضا عنوان الشهادة. نعم بارك الله فيكم. أيضا ننوه، طبعا هذه الشهادة أو الصفحة الرسمية للشهادة، أيضا ننوه أحبتنا الكرام أنه سنقوم غدا إن شاء الله برفع التسجيل لحفل الختام لسباق الأمم على الموقع الخاص في منصة أريد العلمية على اليوتيوب، وهذه هي الصفحة الرئيسية. وأيضا تستطيعون مراجعة جميع الندوات التي قدمت وكذلك المحاضرات التي قدمت ضمن سباق الأمم. نعم أحبتنا الكرام، نؤكد مرة أخرى أنه تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات وجميع الروابط الخاصة التي تم الإبلاغ عنها في المحاضرة أو الحفل وأيضا وضعها بالشات. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والكلمة مع الأستاذة نورة. تفضل أستاذة نورة.
شكرا لك دكتور، شكرا لك أستاذ عدنان على هذا الشرح الواضح والمميز. والآن ندعو ننوه للحضور الكريم بضرورة التسجيل في الرابط الموجود على الشات لغرض منح الوسام، علما أن الوسام يمنح في الصفحة الشخصية للباحث، لذلك فالشخص الجديد عليه المبادرة وإنشاء صفحة على منصة أريد. بارك الله فيكم، ونفسح المجال الآن للمشاركات لمن يريد أو يرغب من الحضور الكريم إبداء أي مشاركة. برجاء رفع اليد لطفا لمن يريد المشاركة أو إجراء أي مداخلة، تفضل. يمكن الدكتور سعيد إذا موجود، مع الدكتور سعيد لطفا رفع اليد. وإذا غير موجود يمكن نبدأ بتفضلي أستاذ نورة، يمكن أستاذ رندة دي باختصار، يعني لو دقيقة واحدة لكل أو أقل. أستاذة، تماما أستاذة رندا لو سمحتي تفضلي، ويرجى الإيجاد. حاضر حاضر، السلام عليكم. الصوت واضح؟ نعم واضح، تفضلي. أنا حبيت بس أشكر حضراتكم، وحبيت أقول كلمة مختصرة مش هتاخد دقيقة أساسا. بقول برنامج سباق الأمم فعلا كان سباق متميز ورائع، سباق بين الموضوعات المتميزة والجديدة، سباق بين المحاضرين في تقديم وعروض متميزة وكافية ووافية، سباق وتحدي في التنظيم والإعداد للبرنامج، سباق في المتابعة الجيدة والنشر اليومي لما تم ولما سوف يتم في اليوم الثاني، سباق في الحرص على جمع التوصيات لمن حضر واحترام الرأي والنقد والتقبل للرأي الآخر بكل شفافية، سباق في التقييم للاستفادة والتجويد في المستقبل. حقا سباق راقي ورائع، بركة الجهود، وفي انتظار المزيد والمزيد من الأعمال المتميزة لمنصة أريد العلمية. أستاذة الدكتورة رندا مصطفى الديب، أستاذ دكتور بجامعة طنطا ومحكم بمجلس الأعلى للجامعات، وصاحبة مبادرة ابني ابنك صح، وبالتوفيق لحضراتكم. وشكرا أستاذ عدنان، وشكرا دكتور سيف السويدي، شكرا. الآن معنا الدكتور سيد، تفضل أنت معنا. دكتور سعيد تفضل، يمكن تفتح اللاقط الصوتي المايك من الأسفل في أيقونة باللون الأخضر لفتح اللاقط الصوتي، ليس باللون الأخضر، يعني في أيقونة مكتوب عليها ميوت. أعتقد عنده مشكلة دكتور سعيد، لا يستطيع فتح اللاقط الصوتي. طيب تفضل دكتور طارق، تفضل دكتور طارق. يبدو دكتور طارق ليس معنا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. أهلا. وصراحة يعني فعلا كان ختامه مسك، يعني ونتمنى أن يكون هنالك استمرارية. الشكر للجميع وللإنسان المبتكر والمبدع الدكتور السويدي. وحقيقة يعني أكثر ما أنا لمسته من هذه المنصة هو الرجوع لعقيدتنا الأصيلة. يعني كثير من العلوم بالذات محاضرة اليوم يمكن يعني ربطت كثير من مسألة الحضارة والجانب التأصيلي للعلوم نفسها، يعني والمدينة والقرية، وهذا كله موجود يعني في القرآن الكريم. ونحن في الأشهر أو في اليوم الأخير يكاد أو قبل الأخير لشهر رمضان الكريم يعني. فهذا أكثر ما عجبني ولفت نظري، ارتباط هذه العلوم بعقيدتنا الأصيلة يعني. وأنا أشكر دكتور سويدي على جمع العلماء وخيرة العلماء يعني في بوتقة واحدة من مختلف مشارب العلم. وأنا أتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله. وبإذن الله يمكن شاطر غدا لم نكن مشاركين ببحث أو ورقة علمية أو غيره، لكن إن شاء الله على وعد بإذن الله أن الواحد يشارك بما لديه من علم، وعلى الأقل تكون الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
معكم دكتور طارق حمدنا الله أحمد، خبير بيئي مقيم بالمملكة العربية السعودية. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. والآن نصل إلى ختام سباق الأمم، ونذكر برابط المنشور في تشات للحضور الكريم للحصول على الشهادة المجانية. وفي الختام أشكر السادة الباحثين، أشكر الحضور الكريم، وأشكر منصة أريد العلمية والقائمين عليها على حسن الإدارة والتنظيم لبرنامج سباق الأمم، وأقول أصبتم الهدف وأنجزتم المهمة بنجاح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأخيرا لكم مني أنا محدثتكم نورة حسن، أطيب الأمنيات، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.